بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. بين أنواء وأجواء النواة وعواصفها تأتي نواة الصفقات التي بدأت هادئة بشمس مشرقة وإذا بها تنتهي خلال 48 ساعة بأجواء عاصفة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك وأعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الليلة من برنامجكم ملك وكتابة. حلقة النهاردة الحقيقة تقدروا تقولوا عنوانها العريض الكبير الرئيسي، حتى وإن كانت بتأتي عشية لقاء قمة يوصف بأنه قمة الحسم فعلا، لأنه الأهلي مع الإسماعيلي غدا مباراة تحسم الكثير من شكل وملامح المنافسة على صدارة الدوري. لكن حتى في ظل هذه الأهمية لهذه المباراة المؤثرة كثيرا، زي ما أقول لكم المهندس عدلي، تأتي هذه الحلقة في إطار عواصف الصفقات. عشان كده تقريبا تقدروا تقولوا العنوان العريض لحلقة الليلة صفقات أم بطولات، تلك هي القضية. لأنه للأسف المسألة تاهت بشكل كبير جدا، لدرجة تحولت الصفقات بدلا منها أو بدلا من أن تكون هي الوسيلة المحققة لضم لاعبين وتدعيمات من أجل إحراز البطولات، إلى اعتبارها بطولة في حد ذاتها. الناس بالشكل ده تقريبا راحوا كأس العالم للصفقات يا باشمهندس. أنت قلت كلمة مهمة. كلمة واحدة؟ آه. طب كويس. كل مرة تسألني السؤال ده هي كلمة. هي وسيلة مش غاية. أنت بتعمل بتجيب صفقة، طالما أنك بتسميها صفقة يعني عملية مربحة. أيوه. عملية مربحة يعني إيه؟ ده ضبط المصطلحات. هي صفقة يعني إيه؟ عملت صفقة النهاردة. الصفقة تتكافأ فيها الحاجة مع الفائدة مع السعر. أيوه. مع نظرة مستقبلية. أما الحصول لمجرد الاستحواذ هتصبح زي اللي بيقتنوا اللوحات العالمية المسروقة ليدفعوا فيها عشرات الملايين ويضعوها في قبو لا يشاهدها أحد خوفا من فضاح أمرهم، ولا هم فاهمين معالمها ولا مضمونها. لا، اشتريت لوحة لفان جوخ، الناس العالم كله بتقول هي فين، مش قادر تعرضها. طب دفعت فيها 150 مليون دولار مثلا، حتى وبعدين ليه؟ ايه الغاية منها؟ هذه ليست صفقة. آه. ولكنها بترضي جانب عندك، لما تكون عندك فلوس، عندك شط حمام وعايز تطيره، ما انتش عارف تعمل بيها ايه. اما انك في مجال البيزنس ما ينفعش تعمل كده. فاحنا بالنسبه لنا الصفقات عمرها ما كانت غايه. يعني انت مش بتخش الصفقه عشان يقول لك يا حراق يا جامد، لا 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 خالص. واذا فكرت للحظه كده انت خسرت نفسك واضرت مكانك. يعني انا اضرت مكانك. طبعا انا لا انظر الى الامور من هذا المنظور. وانا لما اسعى الى لقب مثلا، وكنت بدأ من كلمه مهندس الصفقات بتضايقني فعلا، لان مهندس الصفقات الحقيقي هو اسم الاهلي. انا يعني هو الناس بتيجي عشان الاهلي. كوني انا بعمل اليات وبعمل وسائل بتحافظ على السريه وبتحافظ على احجام كل شيء في اطارها، ده موضوع تاني. لكن موضوع ان انا ابقى فرحان قوي بكلمه ملك الصفقات واقعد البس الاهلي، لا. ولا الاهلي هيسمح لي بهذا. واخد بالك؟ عمليه اختيار العنصر الذي يضم والعنصر الذي يخرج عمليه دقيقه جدا. ما تقرا لنا الاول مضمون الحلقه وبعدين نخش في التفاصيل دي. احنا قلنا صفقات ام بطولات، تلك هي القضيه. وانا اعتقد ده العنوان مع الاعتذار لشيكسبير. انت كنت انا متاكد ان الجمهور اللي بيتفرج علينا دلوقتي مركز على ملامحك، عايزين يشوفوك مطمئن ومبسوط، يبقى اطمئنانك وانبساطك وسعادتك وراء. لا، شيكسبير قال هذا هو السؤال. لا، خلينا نكمل، خلينا نكمل، هذا هو السؤال. فاحنا بنقول فبالتالي قراءه ملامحك ربما تكون موحيه ودله. طيب، هذا هو السؤال. تلك هي القضية. صفقات أم بطولات؟ أنت كنت يعني حريص على هذا التساؤل. أنت يعني كويس. أذكر لك قصة طريفة. بالأمس
أنا ليه العنوان ده يعني رن في دماغي؟ يعني حصل مكالمة تليفونية مع شخص بعتز بيه جدا. أيوه. المهندس ياس المغربي اللي كان رئيس شركة بتروسبورت. عملت معه قرابة سنة وشوية. راجل زملكاوي بس رائع جدا. هو شاب في منتصف العمر بس نابه لامع ذكاء ما شاء الله جريء عنده مقاومات قيادية. وبعدين راح مساعد وزير الصناعة دلوقتي أظن ماسك شركة من شركات الخدمات البترولية كبيرة يعني. فبيكلمني بصفته زملكاوي بيداعبني يعني بمناسبة الصفقات في توقيت مهم. فقلت له يا سيدي مبروك. قال لي لا لا والله بص يا عدلي، هي بطولات ولا صفقات؟ هنقضيها صفقات انتوا تاخدوا البطولات. هو كزملكاوي. قلت له يعني، قال لي لا انا، وانت فاكر ان انا بفرح بالصفقات دلوقتي؟ انا عايز انتظر النتيجه، لان مساله الحفاوه البالغه دلوقتي اللي عند الناس يعني ان نكسب، مين اللي يكسب في موسم الانتقالات؟ ضم لعيبه ما هياش الغايه. الغايه ان انا بعمل الحاجه عشان اكسب بطولات. قلت له هسرقها منك وهحطها عنواني قال لي لا 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 طبعا. قلت له طب هشير ان انت صاحب هذا براءة الاختراع. فضحك قال لي يعني ما عنديش مشكلة. فالصديق العزيز ياسر المغربي اوحى الي بهذه الفكرة، هو فعلا احنا مهمومين بالصفقات عشان نقول مين فاز على مين وجاب وخطف من مين صفقة، ولا الاساس انت جبت احتياجك بالسعر المناسب، ولا ممكن تخش اكنك في مزاد تفضل تعلي وعلي وانت تنسى خالص ان انت كنت داخل ببادجت او ميزانيه معينه في هذا المزاد، فتلاقي نفسك تجاوزته بضعف وضعفين لحد ما يبص لك التاجر المحنك بقى ويقول لك انا كفيت. تلاقي نفسك الله ده انا كسبت المزاد، بس كسبت المزاد، هل كسبت؟ انت رسي عليك المزاد، واللي خسر ده او اترسى عليك، واللي خسر ده هل خسر؟ العبره انت كنت عايز يعمل مزاد. ايوه. واخده ليه؟ اذا كنت واخده عشان المعلمين بتوع السوق يقول لك ده ما حدش يقدر ياخد منه حاجه، لا انت كسبت. بس اذا كنت واخده لاسباب اقتصاديه وفنيه، لا انت ممكن تكون خسرت. فانا الشعرة البسيطة دي بتبقى مخوفاني قوي وانا بشتغل. هو انا هدافع عن كبريائي ان انا ما اخسرش صفقة، ولا اقف بقى وافرمل واكلم وراجع واحذر ويقولوا لي اوعى تستدرج؟ ده اللي بنشتغل بيه في النادي الاهلي. طبعا بنتحمل بعض الاحباطات. والاحباطات دي جاية من ايه يا استاذ ابراهيم؟ اللي بتيجي نتيجة خسارة الصفقة. هو انا زمان ليه كنتش بتكلم؟ اولا من الناحيه المهنيه ما تتكلمش عشان المنافس ما يعرفش خطواتك، ما يحسبش خطواته على اساسها. نمرة اتنين، اذا تفاوضت من خلال الاعلام العمليه بتبقى تحت ضغوط، وممكن سقف الصفقه يتعدى حجمها طبيعي. التسويقي بكتير. تالت حاجة الضغوط دي كانت تسفر عن فرح زائف لمجرد ان خدت الصفقة ما انتش عارف هتفيدك ولا لا، او احباط شديد لما خدتهاش والناس تقعد تعاير بعضها في وسائل التواصل الاجتماعي اللي دلوقتي خلت الموضوع اكثر صعوبة وتشابك دي اجواء الخناقات الصفقات وهناتي عليها. لكن وانت بتدفع ثمن دي انك انت غصب عنك الاعلام بيلاحقك، مش بيلاحقك على فكره. واحد بيقول لك ايه، لا 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 النادي الاهلي ما كانش كده، والمهندس عادل القيعي لا ما كانش كده وكبر. لا هو بيقول، لا سيبك من كبر، ده كبر هو بيقولها المنافس بتاعك. لكن لما يجي الولاد اللي هم بيحبوا الاهلي يقولوك كلام لم يقول لك هو مثلا، هو صفقة العيش دي كان يحصل فيها كده؟ هو كان يحصل يصح يحصل ان القيعي يقول كلام ولا يتحقق او يرجع فيه؟ اولا القيعي لم ينطق. ايه الكلام اللي انا قلته؟
لم أنطق حتى هذه اللحظة. طيب أنا مؤكد أن أنا النهاردة هتحول معاك إلى صحفي رزل شوية لا أنت مصدر. أنت تجيدها لا الرزالة لا الصحافة واستحملني لأنه تقريبا هتكلم بلسان الجمهور والجمهور لو ربنا في حتيه فرصة أن هو يشوفك النهاردة أنا عارف أنا عارف يقول لك إيه بس خليني أقول لك أنه كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة أعلن قبل قليل ضم النادي الأهلي خلينا نقول صفقة مهمة بضم اللاعب محمود الجزار ده سيرديباك أو مدافع فريق كهرباء الإسماعيلية مدافع وصف بأنه قوي مميز مواليد 98 يعني 20 سنة بيجيد اللعب في مركز قلب الدفاع المساك ولاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن دي صورته مواصفاته البدنية والفنية لكن انك تكلمنا فيها انت التقيت وهو احنا بنتابعه من مدة وكان عندنا مواصفات محددة وعشان كده كنا مركزين على مدافعي سموحة الأسعار لما أصبحت خارج الإطار الاقتصادي بالنسبة لنا ما هنلعب الدور اللي بيلعبوه الأندية دي وانا ليه تملي اخليهم هم ياخدوا الخطوه الاولى وتضرب في 10 هو يجمع العسل مية. هو يجمع العسل ويبيعه لك طب انا اقدر اجمع العسل وبدانا رحله بحث كبيره جدا واسعه النطاق في المناحل المختلفه وحطينا المواصفات اللي احنا عايزينها وفضلنا ان اللاعب يكون تحت السن عشان لا يشكل عبء على القائمه الاولى خصوصا صحيح في 25 القايمه بقت 25 ودي نقطه وياخد فرصه للتجهيز مع النادي بقى لا اهم من الفرصه انت دلوقتي الناس قد مدفوعه يعني حمى الصراع بحمى المنافسه والصفقات تجيب احتياجات وبعدين تفاجئ انك قد تترك لاعب اهم من اللي انت جبته ولازم هتتركه بموجب العدد بموجب فانت نمره واحد بتقارن اللي انت جبته ده باللي عندك لازم باللي عندك طب اللي عندك ده جاي له عقد عارة هيجي فيه قرشين وانت مش عايز تطلعه وهو يعني ممتعد يعني طب لو جبنا واحد قريب منه يلعب الدور بتاعه اقدر اطلعه طب انا لو طلعته بالمبلغ بتاعه جددت بثلاث اربع صفقات مستقبلية لمدة اربع سنين ونص ابقى انا لبيت احتياجاته فكيت الضغط على القائمة مولت الصفقات اللي هتيجي دي طيب عموما انت مش عايز تفهم الصفقه دي ولا انا معانا التليفون انت طلبته واعتقد عنده تفاصيل فنيه مهمه حمدي ابو راضي كابتن حمدي ابو راضي نجم النادي الاهلي السابق وعضو اللجنه الفنيه المتابعه للاعبين وصاحب الدور انت قلت لي كان متابع بشكل جيد انا عايز اشكره هو الكابتن ناجي خليل وكابتن علاء ميهوب حقيقي يعني. كابتن حمدي اهلا بيك اهلا بيك يا ابراهيم اهلا بيك يا كابتن الباشمهندس عندي قول لي الراجل باك رايت يعني شكل اداء حمدي ابو راضي بقى لا يعني هو افضل من حمدي ابو راضي بكتير ان شاء الله لا ربنا يوفقك ان شاء الله كابتن قول لي ايه مواصفاته المهندس عدلي قال ان انت تابعته على مدى واسع وعندك راي واضح فيه هو طبعا زي الباشمهندس عدلي ما قال اتكلم ان احنا لينا مواصفات ولينا بوزيشن معين بنهتم بيه وبندور عليه وبنشوفه وبنتابع على اساس ان احنا ننتقي لاعب النادي الاهلي غير اي نادي تاني تمام نلاقي مواصفات معينه وخاصه ركزنا على السن الصغير السن الصغير يقدر يخدم النادي على المدى الطويل تمام وضلتنا كابتن علاء ميهوب طبعا توجيهات الكابتن علاء ميهوب رئيس اللجنه دايما بيكلفنا انا وكابتن ناجي وكابتن هشام وتابعنا هشام حنفي هشام حنفي كابتن وبنتابع يعني تابعنا لعيبه كتير انما وجدنا طلشنا في محمود اللي هو لاعب كهرباء اسماعيليه الجزار هو عشان نظبط بس المصطلح هو لاعب نادي كهرباء الاسماعيليه لا نادي القناه
كهرباء، نادي كهرباء القناه. اه يبقى يعني هو نادي القناه، نادي القناه لشركه توزيع الكهرباء، نادي القناه. انتوا بس عشان المكان في الاسماعيليه فبتقولوا كهرباء الاسماعيليه، لكن هو نادي القناه غير نادي القناه. لا نادي القناه لشركه توزيع الكهرباء. اه شركه توزيع الكهرباء ده الاسم اللي تم بيه التعاقد وطلع بيه الشيكات وكده. تمام تمام، اتفضل يا كابتن. فطبعا بعد المتابعه واحنا دلوقتي في وقت ضيق، يعني اخر مرحله كانت موجوده امبارح في المباراه، كانوا بيلعبوا اتحاد الشرطه. و اتفرجت عليه في المباراه. اللعيب اولا يعني مواصفاته البدنيه والجسمانيه مناسبه جدا، كون ان هو بيشغل مركز المساك. اول حاجه يعني لفتت النظر فيه، اللاعب عنده شخصيه قويه جدا في الملعب، مع ان هو اصغر واحد في الفرقه. مواليد كام يا حمدي؟ مواليد 98. اه ما كملش 20 سنه اهو. ما كملش 20 سنه. وبيلعب في الدرجه الاولى بقاله سنتين ولاعب اساسي. ما شاء الله. وفوق كده ان هو ليه شخصيه في الملعب. اللاعب بالنسبه للنادي الاهلي صاحب الشخصيه، يبقى صاحب قرار، صاحب رؤيه، يقدر يتحكم في اموره داخل الملعب وقراراته داخل الملعب. دي نقطه مهمه جدا ممكن تكون حد يغفلها، مع هي دي اهم نقطه موجوده احنا بنبص عليها. ايوه. فزائد طبعا الطول بتاعه، هو بيقولوا لي 194 سنتي. اه تقريبا كده. ما شاء الله. طويل، وبعدين هو يتميز عنده سرعه، عنده توقع كويس، التايم بتاعه انه يقطع الكره بدون خطا، ما عندوش تهور في منطقه ال 18، ما عندوش تعالي على الكره، زائد ان الكره بتطلع في بدايه الهجمه، لو هو بيسيب الهجمه بتبقى يعني هجمه مظبوطه وهجمه متقنه، زائد اللونج باس بتاعه متقن زي البلياردو زي ما بيتقال يعني. فجميع المواصفات دي هي ضربات الراس يا كابتن حمدي اخبارها ايه؟ هايل طبعا ضربات الراس، هو كمان يتميز بضربات الراس لانها دايما بتعتمد على طول الرقبه وعضلات الرقبه، وهو بيستخدمها كويس، ما بيستخدمش جسمه بس، لان يبقى عنده ايه حته توجيه حتى لو فيه يعني يقدر يوجه الكوره يبصيها ما يشتتهاش بالهيد يعني. هو ده مميز فيه ان هو ما بيلجاش للتشتيت ابدا. سواء بالكور العاليه او على الارض. ودي ميزه طبعا قله انك تلاقيها في لعيب انه يبدا اللعب هو. يعني انت متفائل بيه كده ان يبقى لعيب درجه اولى يا كابتن حمدي؟ انا فريق اول متفائل بيه جدا جدا، وهو يقدر يلعب ويلعب اساسي في الفريق الاول، ان هو الولد اولا اخلاقه عالية جدا ومتواضع وصاحب كلمة. وصاحب شخصية، صاحب الشخصية دوت حضرتك انت بتاخده وانت مطمن. اللي عنده شخصية في الملعب وعنده روح وعنده قلب ويقدر يخوض فرقة، لأن القيادة دي مهمة جدا، وخاصة إن هو بيلعب في مركز طول الوقت إن الفرقتين بيبقوا قدامه. عنده رؤية وعنده قرار. يا رب يكون موفق معانا، لانه هيحل مشكله كبيره، لان اقرانه اللي طلعوا السنه اللي فاتت من بدايه الموسم اصبحوا اسعارهم 10 اضعاف المبالغ اللي دفعت فيه. فاعتقد ان احنا لو نجح معانا يبقى حققنا صفقه هايله من ناحيه السعر، من ناحيه السن، من ناحيه البوتنشال او احتماليه النجاح بتاعها. وده الدور المميز للجنه زي لجنتكم. والحقيقه انا كنت حريص اسمع راي كل واحد لوحده، يعني الكابتن ناجي راح اتفرج الاول، وبعدين حمدي ابو راضي، وقبليهم علاء ميهوب، وبعدين الثلاثه مع بعض، بحيث ان احنا الثلاثه اجمعوا كونتوا راي فيه كويس. تمام. هي طبعا انا متفائل بمحمود ومتفائل بمستواه، وان شاء الله ان شاء الله يكون على قد المسؤوليه. لو انا كلمتك الكلام ده كتير دلوقتي النهارده بالذات، يعني قلت له انت في مسؤوليه اتحطيت فيها،
لازم تكون قدها. النادي الاهلي مش زي اي نادي، النادي الاهلي جماهيره ما بتقبلش بالمستوى اللي بيقل، بتقبل بالمستوى اللي بيزيد. وانت على قد المسؤوليه دي، انا واثق فيك يا محمود، وانت على قد المسؤوليه دي، وانا عن نفسي شخصيا انا متفائل خير بيه جدا جدا ان شاء الله. شكرين يا كابتن حمدي، كتر خيرك، ونشكرك انت ولجنتكم وكابتن علاء على الجهد المبذول. ولسه في حاجات كثيره انا اعلم، وان كنتوا شغلكم متواصل لصالح النادي الاهلي باذن الله. متشكرين. شكرا لكابتن حمدي ابو راضي. محمود الجزار، يعني واضح ان ده على فكره هو ما اسموش الجزار، زار ده لقب. ده كده يضرب مع حسين البدري قوته. يعني نظرا ان عنده قوه بدنيه وهو لاعب يعني مهذب. من خلال التعامل، يعني كابتن زيزو كنت عامل معاه ارتاح، كابتن علاء ميهوب اتعامل معاه ارتاح، كابتن حمدي اديك سامع بيقول ايه. نتمنى بقى انه يفضل كده، ما يتخنش ودنه، ما يتلمش على اصدقاء بقى ياخدوه يمين وشمال، يعرف انه داخل على تحدي وان الارض مش مفروشه ورد، ده بالعكس هيخش في منافسه ضخمه جدا، زائد ان حجم التوقعات دلوقتي اصبح معقود عليه، وهيكون محل مقارنه مع بعض الناس اللي احنا يعني فضلنا بينهم. فباذن الله تكون صفقه يعني ان شاء الله يكون لاعب مفيد ولاعب مهم باذن الله للنادي وللمنتخب لاحقا ان شاء الله. السؤال كده، تدعيم الدفاع توقف ولا المساله قابله؟ لا لا لا، مفيش توقف، مفيش توقف، مفيش توقف. كل ما تلاقي حد كويس احسن من اللي عندك وتسنح الفرصه بالشكل المعقول وبالطريقه اللي بنتكلم فيها هنعملها. جميل. وحتى بالنسبه على مستوى الفريق الاول قبل غلق باب القيد خلال يومين، إذا قد يتم حاجة. قد إذا يتم حاجه، اذا ظهر حاجه، اذا جد حاجه، في حاجه اصبحت معقوله، مش هنتوقف ولن نبخل على دعم الفريق الاول بما يطمئن الجهاز الفني والجماهير. طيب علشان تشوفوا برضو ده التدعيم الموجه، يعني هي مش قضيه صفقات ولا للاسف الكلام الفارغ انه صفعات والكلام غير الرياضي بالمره. الاهلي ما يسعى اليه هو تلبيه احتياجات الفريق، سد النواقص المطلوبه، الحفاظ على قوه ودعم الفريق في البطولات. الاهلي لما الكابتن احمد عادل عبد المنعم اللي بنتمنى له كل التوفيق مع مصر المقاصه اراد مع نهايه عقده انه يمشي، عايز ياخد فرص للعب، عندنا شريف اكرامي والشناوي، لابد من قيد حارس ثالث افريقي، لانه الناس اتكلمت ليه على لطفي؟ لما يكون عندك حارسين، عندك حارسين عايز واحد خبره كمان، محتاج واحد عنصر ثالث لانك داخل في معترك افريقي قوي. فبالتالي كان التفاوض ثم التعاقد مع علي لطفي حارس انبي المميز. كابتن طارق سليمان اللي بنشاطره الاحزان في وفاه شقيقه، و ده شقيقه توفى امتى ده؟ امبارح، امبارح توفى شقيق الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، بنواسيه بنشاطره كل الاحزان وربنا يغفر له ويرحمه يا رب. كابتن طارق سليمان مطمئن تماما على مسيره الحراس ورجع قاد مران الفريق، واكد سعادته بهذا التدعيم الموجه القوي ان انت تجيب علي لطفي. عندك ثلاث حراس تقريبا دوليين، يعني علي لطفي استدعي اكثر من مره، علي لطفي ده من زمان واحد من يعني مصنف واحد من ابرز حراس المرمى في مصر. نتمنى له التوفيق مع زملائه، وكده انت ما يبقاش عندك يعني في حراسه المرمى مشاكل نتيجه خروج كابتن احمد عادل عبد المنعم، اللي فعلا ده توقيت يا يلحقوا يا ما يلحقوش. لانه يؤكد مكانته كحارس اساسي في 31 سنه ولا 30 سنه من حقه، راجل مهذب جدا، ابن النادي فعلا. طبعًا. لما تسمع انا امبارح سمعته مع شيء راقي وشيء محترم ايه ده يعني احمد عرفه من هو طفل، بس ايه النضج اللي فيه ده؟ ايه 20 سنه؟ ما هو يعني هو اتربى فين؟ ده بقول لك انا مش متخيل ان عربيتي هتروح حته ثانيه، هي ينزل كل يوم عربيته وتوديه النادي الاهلي، هو مش متخيل انها هتاخد سكه تانية. يعني قال جمله حتى، قال انا يعني كنت اتمنى اعتزل في الاهلي، ودلوقتي انا لو بايدي اعتزل دلوقتي وما اروحش حته غير الاهلي ابطل دلوقتي احسن لي. لا، يلعب ويأكد وجوده ويطمح ان يكون في كاس العالم باذن الله، وهو عنده امكانيات ربما تظهر لما ياخد الفرص. عادل احمد عادل عبد المنعم في وقت ما شال نص موسم لوحده صحيح، وكان يعني كان
كان ناجح يعني. صحيح. الفريق أدى تدريباته النهاردة في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب اللي هيستضيف الملعب الرئيسي فيه بكرة إن شاء الله القمة الحاسمة بين الأهلي والإسماعيلي. كابتن حسام البدري المدير الفني حرص على أنه مران النهاردة يكون مران خفيف، يمكن حتى كلها كانت تدريبات خفيفة للترفيه على اللاعبين نتيجة للضغط البدني والجهد العصبي الكتير المبذول الفترة اللي فاتت، واطمأن على جاهزية كل العناصر اللي موجودة معاه لهذه المباراة المهمة والمؤثرة واللي هنأتي على الكثير من التفاصيل فيها إن شاء الله. أحمد فتحي الظهير الأيمن الدولي واللاعب المهم جدا في الفريق بيغيب عن مباراة الغد بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الضمة، هيبدأ يدخل التدريبات مع الفريق إن شاء الله بعد مباراة الإسماعيلي، وأيضا بعد مباراة الإسماعيلي ينتظر حسم موقف التجديد سواء لأحمد فتحي أو لعبد الله السعيد يا باشمهندس في ظل الرغبة الكاملة لدى الطرفين النادي واللاعبين في استمرار العلاقة. نتمنى الملف ده يعني يتقفل صح بإذن الله إن شاء الله. رامي ربيعة مدافع الأهلي والمنتخب أيضا هيسافر يوم 7 فبراير إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي بمعرفة الدكتور هيرنان ماير علشان الإصابة اللي لحقت بيه إصابة كانت مؤثرة بتمزق في العضلة الضمة، والجهاز الطبي منح اللاعب راحة لبعض الأيام ثم أدى برنامج للعلاج الطبيعي. نتمنى أن رامي إن شاء الله يستفيد من هذه الرحلة ويعود سليما للمنتخب وللأهلي إن شاء الله. أيضا كريم ندفد نجم الأهلي أدى تدريبات بدنية صباح اليوم على ملعب مختار التتش في إطار برنامج تأهيلي أيضا زي ما أنتم شايفين. الحياة إحنا خبر بصورة هتلاقوا كاميرا القناة موجودة مع التدريبات لحظة بلحظة كلها. ده رامي ربيعة، ده كريم ندفد اللي غايب عن مباراة الغد أيضا للإصابة في إجهاد أو بإجهاد في العضلة الخلفية، والجهاز الطبي قال إنه اللاعب هينضم للتدريبات الجماعية أيضا بعد مباراة الإسماعيلي إن شاء الله. زميله في خط الدفاع زي ما قلت لكم رامي ربيعة وسعد سمير غيابهم في الفترة دي مؤثر الحقيقة، لأنه سعد خد راحة لمدة 48 ساعة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، والدكتور خالد محمود طبيب الأهلي قال إنه سعد هيستمر في هذه التدريبات العلاجية كمان لمدة 15 يوم، شيء محير يكون جدا بعدها جدا بإذن إبراهيم الله جاهز للمشاركة. يعني النادي الأهلي المباراة بتؤكد على انه اعلى معدل لياقه بدنيه بين لاعبي مصر، لكن ايضا اكثر اصابات، اعلى مش اكثر اصابات، اعلى اصابات عضليه كلها اجهاد وشد اجهاد وشد اجهاد وشد. يعني هل ترجع اوفرلود حمل زياده؟ ما هو لو حمل زياده ما يبقوش باللياقه دي. صحيح، ولكن هو الاجهاد تتالي المباريات ومعظمهم لعيبه دوليين اعتقد الحمل كتير عليهم. طيب ده الاخبار الاستعدادات للمباراه المهمه جدا بكره والغائبين عنها. لكن بالامس في اول ايام معرض القاهره الدولي للكتاب واستقباله للجماهير نظمت اداره المعرض ندوه مهمه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الحقيقه استقبل الكابتن الخطيب بحفاوه شديده جدا من قبل جمهور المعرض اللي تحولت إلى مناسبة رياضية ثقافية كبيرة. استعرض الكابتن الخطيب الحديث عن القوة الناعمة اللي الرياضة بتمثل أحد روافدها واللي النادي الأهلي بيمثل واحد من أركانها الوطنية المهمة. تحدث عن تجربته، تحدث عن فتح حوار مع جمهور المعرض، نشوفه مع حضراتكم. في البدايه طبعا انا يعني سعيد جدا ان انا اكون في وسط حضراتكم النهارده. يعني الكم الكبير اللي انا شايفه دوت ده شيء بيسعدني جدا، وبشكركم لحضوركم وبشكركم لتعبكم، بشكركم ان انتم اديتوا من وقتكم يعني جزء علشان تسمعوني، وبشكر حقيقه اداره المعرض. وعايز اتكلم على معرض الكتاب. معرض الكتاب هو ادم معرض في العالم من سنة 69، واحنا كلنا بنفخر بده ان يكون لمصر دايما الريادة في امور مهمة جدا وخاصة الثقافة. الرياضة دي ممكن يبقى ليها دور كبير جدا في ثقافة المجتمع.
وده يمكن من الحاجات اللي خلتني اكون حريص جدا من اول يوم ازاي نكون للرياضيين شكل مختلف وازاي يكون ليهم دور مؤثر في المجتمع. عشان كده يمكن ده الحقيقة فادني جدا جدا بدايتي ونشأتي، كمان من إيماني بأن الرياضة ليها دور زي القوة الناعمة، هي أحدى أهم عوامل القوة الناعمة، لأن كتير جدا بيحب الرياضة، ويمكن الكثافة الكتير اللي أنا شايفها ديت ده بتبقى دليل مهم على اللي أنا بقوله. من خلال الرياضة إزاي نبني مجتمعنا، وإزاي كل الرياضة دور في تنمية المجتمع. الأندية الرياضية إحدى مؤسسات الدولة، ويجب أنها تكون على هذا المستوى، ويجب أنها تفكر إزاي يكون ليها دور مع الدولة ومع توجهات الدولة، إزاي نشيل من على عبء الدولة بالذات الأندية الشعبية الكبيرة اللي ممكن يكون عندها إيرادات بعيدة عن دعم الدولة. أعتقد ده برضو من الحاجات اللي يجب أن احنا نفكر فيها ونحاول ندعمها. عشان كده في النادي الأهلي بنفكر دايما إزاي يكون إيرادات النادي الأهلي إيرادات عالية، إيرادات يعني الحقيقة نساعد الدولة في أن احنا ما ناخدش دعم من الدولة، ولكن نعتمد على اسم النادي الأهلي وشعبيته الكبيرة، إزاي يكون فيه إيرادات وإيرادات يعني الحقيقة يكون ليها دور في تنمية النادي وبالتالي تنمية المجتمع. مفيش خلافات ما بيني وبين حد، اللي عايز كل واحد ليه وجهة نظر، بنحترم كل الناس، كلهم زمايل، وده شيء اعتقد ان هو مفيش اي خلاف عشان بس حاجه تبقى مطمن. يعني التلات انديه عندنا مكتبات على اعلى مستوى، عندنا الحقيقه زوار للمكاتب، ودي حاجه مطمنانه جدا، عندنا زوار المكتبات دي زوار كتير جدا، والحقيقه معظمهم من الشباب اللي هو لغايه يعني 20 سنه، وبعدين كمان الرواد اللي هو بعد ال 50 60 سنه. الحته اللي في النص دي بقى عايزين نعالجها، عايزين ازاي نعالج السن ده، ازاي كمان يهتم بالقراءه زي الشباب وزي الرواد. عشان كده بقول الرياضه ليها دور مهم، ونجوم الرياضه ليها دور مهم. اي نجم يطلع يدعو لهذا ويدعو للقراءه، لان اعتقد الكتاب سلاح مهم جدا، مش بس عشان الثقافه، عشان حياتك كمان. في تطور كبير حصل، التطور دوت ان كل ما زادت الايرادات ومصادر الايرادات زادت، لا شك طبعا مع كمان اختلاف سعر الصرف بتاع الدولار، فالجنيه قيمته قلت شويه، فبقت الارقام كبيره، وده بيبقى عرض وطلب، اللي يستطيع ان هو ياخده، لكن بنحاول بقدر الامكان نحافظ شويه على السوق المصري. ده اتجاه ان احنا ما نخشش في اي صفقات او حاجه الا ما تكون ضروريه، وضروريه للنادي بتاعك وفي مراكز معينه، مش مجرد انها تبقى صفقات لمجرد الصفقه يعني. حاجه ثانيه، مفيش طبعا اي علاقه طيبه وعلاقه كلها يعني بدون الاحترام مع سياده المستشار الدكتور منصور. بالنسبه لدور النادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما قلت احدى مؤسسات الدوله الكبيره، والنادي الاهلي لازم له دور مع الدوله في الاستقرار، في اسلوب حتى في الرياضه، في اسلوب اتخاذ القرار. شيء مهم جدا ان احنا كلنا شايفين القرار ده ممكن يفيد الدوله ازاي ويحافظ على استقرار الدوله ازاي. النادي الاهلي نادي كبير بشعبيه كبيره جدا، اي قرار بيصدر منه لازم يكون محسوب جدا جدا. حاجه ثانيه بالنسبه للشباب، برضو ايماننا بدور الشباب، فاحنا خدنا قرار قريب جدا في مجلس الاداره ان جميع لجان النادي لازم يمثلها 50% شباب، لازم، عشان الشباب هو ده اللي هيقود بعد كده ان شاء الله. وعملنا كمان لجنه خاصه بالشباب، لبعض اللجنه الرياضيه وثقافيه واقتصاديه خاصه بالشباب، كلها شباب. النادي الاهلي ما بيدخلش في صفقات الا تكون صفقات الفرقه محتاجاها بالفعل في مراكز معينه. النادي الاهلي الحمد لله عندنا فريق كويس. بالنسبه للجمهور، كل انا اقدر اقول للناس ان احنا جمهور النادي الاهلي يعني الاول بصفه خاصه هم الداعم الرئيسي لفريق الكوره، وهم الحقيقه بنعتبرهم اللعيب رقم واحد، لان احنا طول عمرنا جمهورنا ليه دور كبير جدا جدا في دعم الفريق ودعم او في تحقيق بطولات النادي. الجمهور عنصر مهم، زي ما اللعيبه عنصر مهم، زي ما الاعلام عنصر مهم، الاعلام بيدعم هذا الامر وبيدعم بطولات النادي الاهلي. في الاخر المسؤولين كمجلس اداره برضه بيهم دور، لكن الادوار دي كلها هي ادوار كلها حول ازاي رفعه النادي الاهلي
وده اعتقد كل واحد قايم بدور الحمد لله. انا نصيحتي ان احنا نتعامل بصدق ونتعامل بحب ونتعامل بطبيعه نفتكر نفسينا. انا بقول لك ليه انا حكيت وانا لسه صغير؟ كانش حد يعرفني وانا ماشي وانا طفل صغير بركب الاتوبيس وباخد امشي 15 كيلو عشان العب رياضه. وكمان لما كبرت لغايه النهارده الكلام ده في دماغي وفي عينيا. لازم كلنا كل الاسماء اللي ربنا انعم عليهم باسم شهره في الرياضه. واحنا بنعد برنامج الانتخابي بتاعنا بتاع مجلس الاداره الحالي كان من وجهه نظرنا كيفيه عايزين نبني الاستاد بتاعنا. فشفنا ان في شركه في انجلترا عملنا 4 5 شركات كده في منهم واحده في انجلترا. الشركه دي بعت 2 من اعضاء مجلس الاداره بتوعنا راحوا وشافوا زي عملوا زي رؤيه كده مع الشركه ازاي يقدمون لنا تصور. التصور اللي هم يقدموه ده تصور مجرد تصور بنعرضه للناس. وبعد لو احنا ربنا كرم بنبقى في زي مناقصه والمناقصه دي تبقى عامه للناس عشان يدخلوا فيها زيهم زي كل الناس. ولكن لما جالنا موضوع الاستاد بشكل مختلف وقفنا ده شويه لغايه ما ده مش هتحتاج مناقصه ان جايز ناس جايه تديك هديه استاد بملحقاته يعني. ده بالنسبه للموضوع. هنا بقى في السفريه بتاعت انجلترا زمايلنا الاثنين الشركه دي كانت عامله استاد ويمبلي في انجلترا وعامله استاد ليفربول. فراحوا فرجوهم الشركه فرجوهم على الاستادين من ضمن الاستاد ليفربول. طبيعي جدا لما رايحين طلبوا محمد صلاح على اساس ان محمد لاعب في ليفربول قابلهم فعلا في الملعب جوه الاستاد وكلموني من هناك. وهو الحقيقه كلمني محمد الكلام ده بقى قبل الجائزه بتاعه افريقيا بحوالي شهرين وشويه. انا الحقيقه قلت له محمد السنه دي هتاخد احسن لاعب في افريقيا، عايزك تستمر على نفس الاداء ونفس المستوى واستعين بربنا سبحانه وتعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى ان شاء الله على نهايه السنه تبقى احسن لاعب في افريقيا. ده شيء يسعدنا كلنا. بعد بقى ما حصل الجائزه كلمت انا محمد وباركت له ان شاء الله لو موجود في مصر لو الظروف تسمح ازاي نقدر نعمل له برضه زي تكريم بس نعمله احنا كلعيبه كوره يعني ان احنا بنكرم ولد من اولادنا شرفنا كلنا. الحقيقه قبل ما نحيي الكابتن محمود الخطيب او نقف عند بعض الكلمات اللي قالها باشمهندس لازم نحيي اداره معرض القاهره الدولي للكتاب لانه اللي معتاد التردد على المعرض يعرف دايما وابدا ان كل الاحداث اللي بتنظم على هامش المعرض او في ندواته غالبا ثقافيه. المقهى الثقافي بيستضيف ناس، الندوات الفكريه والثقافيه بتستضيف مؤلفي الكتب، حتى حفلات توقيع الكتب كل دار نشر بيستضيف مؤلف او كاتب او مفكر او شاعر او اديب لانتاجه علشان يعمل توقيعات على سبيل الترويج. لما يهتم بنجم رياضي ويحتشد لاجله كل هذا العدد ده تقدير من اداره المعرض وادراك منها لاهميه الرياضه في هذا الجانب. وايضا يا باشمهندس القاء الضوء على الدور الثقافي المهم للانديه. كل نادي كاتب على لياقته رياضي اجتماعي ثقافي. عايز تحاور اللاعب محمود الجزار؟ جبته على التليفون. يا كابتن محمود اهلا بيك. باشمهندس عادل تسعد حضرتك يا كابتن. واللي معاك الاستاذ ابراهيم المنيسي كمان بيحييك اهو. اهلا بيك يا محمود والف مبروك وموفق باذن الله. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. قول لي بقى انت ايه الحكايه؟ انت من الاسماعيليه ولا منين؟ من الاسماعيليه يا كابتن. من الاسماعيليه. وبدات في نادي كهرباء الاسماعيليه. مش النادي اسمه ايه؟ نادي كهرباء الاسماعيليه مش كده؟ كهرباء الاسماعيليه. لا ما اسموش نادي كهرباء الاسماعيليه. اصل لو قلت القناه للكهرباء هتخبط مع نادي القناه بتاع قناه. ايوه يا حبيبي هو اسمه كده الشيك طالع كده. الراجل كان حريص قوي رئيس مجلس ادارته يقول لك احنا نادي القناه لتوزيع الكهرباء. طيب قول لي محمود يا محمود انت من خلال متابعتك للاهلي بقى يعني امتى عرفت ان الاهلي مهتم بيك؟ عرفت يا كابتن من اسبوع. من اسبوع بس؟ ما كنتش عارف قبل كده انه في ناس بتتفرج عليك في الماتشات؟ لا خالص. طيب إيه استقبلت ده ازاي؟ يا كابتن استقبلت ده ازاي؟ يعني انت الماتش الاخير اللي لعبته عارف ان في ناس في المدرج بتتفرج عليك اكيد. كابتن
طبعا يا كابتن شفت في مصر وفي العالم كله ان يلعب في النادي الاهلي ويمثله. تمام. وان شاء الله ربنا يقدرني واشتغل واتعب عشان اخدم النادي الاهلي. كويس قوي كلمه اشتغل واتعب دي، انا عدل القيع يا محمود. لانك انت داخل على منافسه، انت مش جاي تلاقي مكانك، انت جاي عشان تاخد مكان جنب زمايلك. ان شاء الله انا هشتغل على كده. ادي لك نصيحه مستر مانو جوسيه لما قابل الكابتن احمد فتحي، قال له لو انت عايز تلعب فردي العب جولف او العب تنس، لو عايز تلعب جماعي اهلا بيك في عائله الاهلي. عائله الاهلي هي اللعب الجماعي المنضبط الفرد في صالح المجموع. طبعا يا كابتن. هتيجي القاهره هتجد بعض الاوضاع المختلفه، لازم تقومها وتعرف ان عندك 10 12 15 سنه تضحي عشان تبقى لعيب كبير ان شاء الله يا كابتن، وانت عندك الامكانات. لحد يتخن ودانك ولا حد يقول لك انت بتلعب ليه ولا ما بتلعبش ليه، ولا حد يقول لك انا جايب لك عقد احتراف. انت تخش النادي الاهلي علشان تثبت وجودك، وبعد كده لكل مقام مرحله ظروفها بقى. الله يا كابتن، تحت امر النادي الاهلي في اي حاجه يا كابتن. انت مواليد كام يا محمود؟ 98. كام 98؟ 20/2/98. يعني انت ده عيد ميلادك هو الشهر الجاي ده على طول. طيب انت اسرتك فيها حد رياضي ولا ما عندكش حد من اخواتك رياضي؟ لا مفيش، انا بس. انت الوحيد. بس طبعا بيحبوا كوره عشان خاطرك. بيحبوا الكوره وبيلعبوا، بس ما فيش حد فيهم لعب في نادي وكده. اهلاويه ولا اسماعيلاويه؟ او بالطبيعه ما دام في الاسماعيليه بتحبوا الاسماعيلي اكيد. جاتش. ما رحتش انت اختبارات الاسماعيلي ولا فكرت تروح الاسماعيلي؟ لا لا. رحت وانا صغير بس ما حصلش نصيب. رحت وانت صغير قوي. طب انت ايه رايك في دفاع الاهلي بقى؟ قول لي عايز تلعب جنب مين ومثلك الاعلى مين فيهم؟ كلهم طبعا يا كابتن نجوم كبار وكوادر كبار، واتمنى وشرف ليا ان العب جنب اي حد فيه، جنب اي حد فيه. لا ولد باين من اجابات واخد باله. انت واضح. بالتوفيق. طيب. ان شاء الله يا محمود. ارجو انك تكون يعني كما نتمنى وكما نتوقع، والموضوع كله في ايدك وبجهدك وبشغلك، وتحياتنا لاسرتك اللي عرفت تربيك. شكرا محمود الجزار لاعب الاهلي الجديد المنضم النهارده، يمكن من لحظات قليله ويمكن في اول ظهور ليه، وزي ما المهندس بس عايز اقول له حاجه. يا محمود. لا مشي بقى. طب اسمعني بقى هو محمود بتابعك. انا ما اعرفش انت خدت اذن النهارده ولا لا، بس اخر مره لما خدتش اذن تطلع على الهواء بدون اذن الجهاز. عبد المنعم الوسطى بيقول لك واخد اذن. واخد اذن. ايوه علموه صح من اول دقيقه. علموه صح من اول دقيقه. ماشي يا محمود. هو عبد المنعم بيقول لي كلموه وهو خد اذن من الجهاز. ماشي. طيب كنا بنتكلم على زياره او ندوه الكابتن محمود الخطيب امبارح في معرض القاهره الدولي للكتاب، فانه اداره المعرض تهتم بان يبقى فيه حدث رياضي على هامش او يمكن حتى في باكوره اعمال المعرض. احنا بنتكلم على اول يوم لاستقبال الزائرين او ثاني يوم، فيبقى فيه ندوه رياضيه لنجم رياضي كبير. رئيس هو واضح ان ده افتتاح النشاط الثقافي في المعرض، فانك انت تبقى ضربه البدايه كرويه مع نجم كوره كبير ورئيس النادي الاهلي. اعتقد ده زي ما الكابتن قال عكس حجم الاهتمام في القاعه، عدد كبير من الحضور يا باشمهندس. لازم يجي. ثم التعريج على قضايا الساعه، يعني حتى الخطيب واضح يعني مؤهل انه هيتكلم على القوى الناعمه ودور الشباب والقدوه واهميتها، اخذوه برضه في الاسئله للصفقات. الله. هو انت متصور ان ممكن حد في النادي الاهلي يعني يقدر ينفد من المنطقه دي؟ ما فيش. الناس ده همها. لو قابلوا الشيخ يونس امام الجامع هيسالوه على الصفقات. ايوه قول له خطبه الجمعه كانت على الصفقات ولا يا شيخ يونس؟ بالظبط. فانا اللي عايز اقوله بالاضافه الى الكلام اللي انت لقطته من كلام الكابتن الخطيب، انه كان حريص قوي انه يوضح ان دور النادي الاهلي مكمل وهو شريك للدوله. لا يريد ان يلقي عليها اعباء، بل يخفف عنها بقدر من خلال مجهوداته في التمويل الذاتي،
زائد انه يؤدي الرساله اللي الدوله عايزاها بالنسبه للناشئ. ايوه. ان الرياضه جزء من تربيه المواطن الصالح بالمفاهيم السليمه. الرياضه ان تنتصر على نفسك قبل ان تنتصر على المنافس، الرياضه تسامح، الرياضه ان تبذل غايه الجهد ولكن تفوز بشرف وتهزم بشرف. وفي كل الاحوال اذا فعلت هذا فانت فائز. هذا هو المواطن الصالح. اذا رسالة الأهلي أن يكون جزء من رسالة الدولة وأن يسهل لها هذا الأمر. كمان لما قال أن الرياضة، إحنا في النادي الأهلي في برنامجه الانتخابي أكد على أنه كان معنيا بأن الرياضة من المهد إلى اللحد. كل الأجيال منذ لحظة العائلة، برنامج العائلة يعني إيه؟ أن كل مرحلة عمرية. عايزك توقف عند اللقطة دي لانه ليها معنى. انا كنت سمعت الكلام اللي فيها، الطفل ده طلع قال للكابتن الخطيب انا بحب الاهلي بس انا مفيش مكان اروح العب بيه في اكاديميه. يعني بلدهم ما فيهاش اكاديميه للاهلي وهو نفسه يلعب في الاهلي، نفسه يتدرب في اكاديميه الاهلي. فكابتن الخطيب علق بانه النادي الاهلي واحد من اهم اهداف المجلس الحالي التوسع في الاكاديميات، في الفروع، حتى انه يبقى للنادي فرع في كل محافظه قدر الامكان. اللي احنا كنا اقترحناها من يجي سنتين، وقلنا يا جماعه مهم جدا ان رساله الاهلي تنتشر في الاقاليم. لما يكون نادي له هذا التاثير في مجتمعه، له التاثير على الشباب، له التاثير في تربيه النشء، له التاثير في خدمه الرياضه. فلما يكون له رافد من الروافد في كل محافظه ده هيساهم بكتير، واعتقد ده محل اهتمام وتقدير للوزير خالد عبد العزيز، لانه معني بالاساس في حته رعايه الشباب. فنتمنى انه يكون فيه التسهيلات لتحقيق هدف كبير زي ده يا باشمهندس. ايضا بالاضافه الى هذا، اشار الى انه كيف تساعد الرياضه في دعم السياحه، وان النادي الاهلي مدرك لاهميه النادي الاهلي فان يلعب دورا هاما في هذا الاطار، واشار الى مباراته مع اتلتيكو مدريد وأنه سوف يبنى عليها الكثير من الخطوات اللي تلقي الضوء إلى مصر وجمال مصر وأمن مصر، وأن يعني يتكرر هذا الأمر. هو كلام من رئيس نادي بحجم محمود الخطيب يعي مسؤولية وحجم النادي الأهلي تجاه مجتمعه، وحب يطمن الناس برضو على موضوع الاستاد اللي هو يعني يعتبر حلم الأحلام، وانه اشار الى الزياره التي قام بها عضوان مجلس اداره النادي الاهلي النبيهين كان محمد سراج وزون خالد مرتجي. ايوه. وقابله محمد صلاح، وازاي ان هو تنبأ وقال لمحمد صلاح اكمل على هذا الامر هتكون احسن تسير للفوز بافضل لاعب في افريقيا. وقد كان. دي اشاره ان مفيش نفسانه. طبعا. يعني هو الوحيد اللي خد هذا اللقب بشكل رسمي. حامل اللقب بيتنازل عنه طواعية. ده بيقول له اتمنى انك تاخد طبعا. وانا برشحك، وانا يعني لان لو دامت لغيرك مصلت لك. صحيح. ولان انت ادراكك ان تكون ملهما للاخرين هو دي قيمتك. طيب. كابتن خطيب لما سئل على موضوع الصفقات، وتقريبا سئل على العلاقه مع الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قال لك احنا علاقتنا محترمه مع الجميع وبنحترم الجميع. ما عندناش مشاكل مع حد. ما هو الناس بص. كل في الحياة له أسلوب. أيوة. وكل ما يصدر عن لسانك مسؤوليتك. وكل ما يصدر عن لسانك يقيمك ويعبر عنك. ما تزعلش إذا كانت الإساءة موجهة إليك، ازعل لو أنت وجهت إساءة لأحد. لكن لما تلاقي شخص ده طبيعة تكوينه اللغوي كده، ربما هو ما يقصدش الإساءة، بس هذه مفردات تعود عليه، فما يبقاش حجم الزعل موجود إلا لو استهدفك أنت بالذات. لكن لما تجد إن المسألة هي كده فما تعتبرهاش، وخصوصا إنه الحقيقة كان حريص إنه ما يقولش أي لفظ متجاوز، يعني إنما الراجل اللي كبر عليا يعني. طب ما أنا كبير والحمد لله أنا بكبر، انما افضل صغير، هفضل صغير ازاي؟ صحيح. ولو فضلت صغير هبقى صغير. ايوه. انا اكبر واكبر. صحيح. بكل
بكل القيمة، بالخبرة، بكل شيء، بكل القيمة. طوبة لمن يكبر ويكبر. واخد بالك؟ ما تزعلنيش على فكرة. بالعكس، أنا باخده بخفة ظل وباخده بحسن نية. ما احبش اسيء النية معاه، لأني لو أسأت النية أنا مطالب بالرد، وأنا مش عايز أرد. أنا عايز أفضل كده، زي ما أنا في وقار، دربت نفسي. زي ما أنا دربت نفسي. أنا مش يعني لا ينال مني أن يسبني أحد، ينال مني أن أسب أحد. لأنك تعبر عن نفسك. بعبر عن نفسي، فأنا أملك نفسي ولا أملك الآخرين. فخليها في هذا الإطار. راجل دمه خفيف، نبيه جدا، أحيانا يستطيع أن يغطي على أي أزمة عنده بأزمة أكبر منها أو أزمة فرعية. يعني يخسر من الأهلي 3، يروح وهو في الملعب مفكر بذكاء نادر في تحول الاتجاه، أنا همشي الأربعة دول، وهو مش هيمشي حد. وأربعة إيه؟ يروح جايب العمود الكردان أو العمود الفقري بتاع النادي، فالناس تنشغل بالحسوت دي، الجون والستوبر والهبك فالناس إزاي إزاي ما تكلموش على فوز الأهلي، تحقق له هدفه. مش ذكاء ده؟ طبعا. يحيى عليه، لكن لا يحيى عليه السودرج لهذا الأمر. فزعلي انا ما يكونش منه، ازعلي من انك انت سبت الماتش، سبت الفائز ولم تهنئه، قعدت تتكلم على تداعيات فرضت عليك. هو بارع شديد البراعه في هذا الامر. استاذ مرتضى، وما يفعله انا ما يعني، هو مش معني انه يسيء اليك انت. هو عايز يخلق حاجه، قضيه كده الناس تستطيع ان تتعلق بها وتتحدث عنها لصالح الاستاذ مرتضى او النادي. فاحنا ما ناخدش الامور اكتر من هذا الامر، لكن ايضا مش معنى كده ان نتجاهل ان احنا نشتغل. ما انت كل ما تشتغل وتنجح مش هيلاقي حاجه يلقطك فيها. طب انجح. طب هو مثلا، اما يعني انا قلت لك مثلا مره الاستاذ ممدوح عباس قال، اما يا خالد تعمل لي مداخله مع رئيس النادي مش مع حد تاني، وهو صديقي. تعال عليا في على الهواء بسبب موضوع الكابتن احمد فتحي قبل ما يجي. وانا خلاص خلصت معاه في رمضان، عمل فيا ايه انا بقى؟ هل انا رديت؟ قلت له عنده حق، هو رئيس نادي، ابقى دخله رئيس نادي وان كان سينتظر كثيرا الكابتن حسن ما بيطلعش. واخد بالك؟ ورحت قافل واستفزيت ان انا خلال 3 ايام لازم الموضوع ده يكون انتهى. طلبت لجنه طارئه وسافرت. هو ده الرد اللي اقدر ارد بيه. استاذ ابراهيم، رد بشغلك. ايوه، ما تضيعش وقتك في الملاسنه. فانت، انا على المستوى الشخصي، اما قابله راجل لطيف فعلا، يعني دمه خفيف وقعدته كويسه وبتاع. ما تديلوش الفرصه انه يخرج عن شعوره معاك، لانه ما يعني هو دي طبيعته. ولذلك انا لا اذكر في يوم من الايام انه تجاوز في حقي. يعني هو لما قال لك الراجل ده كبر، دي اكبر كلمه قالها عندي في حياته. بس هو ده وصف، دي مش شتيمة. انا كبرت. ده حقيقه، انا كبرت. طب اعمل ايه؟ انت كبير قيمه وقامه يعني يا باشمهندس. بس كبرت، بس قادر على ان انجز على ما اريده، يعني على اسعاد الاهل. وده ربنا، دي نعمه من ربنا. طبعا طبعا. يعني انت ممكن تبقى قاعد على كرسي بعجل وتحكم العالم زي روزفلت. ها؟ كرسي بعجل، رئيس اكبر دوله في العالم. صحيح. القدره هنا. ايوه، ربنا يخليه لنا. ربنا يديك الصحه يا باشمهندس. ايضا في اطار هذا التلاحم للاهلي مع الدوله، لانه هذا الدور المجتمع المهم اللي الاهلي بيقوم بيه دائما وابدا، بيتجه للاتجاهات الصحيحه والسليمه. لما النادي الاهلي مجلس الاداره قرر البدء في تطوير مقرات النادي، وده كان جزء مهم في برنامج الكابتن محمود الخطيب وقائمته في الانتخابات، فسريعا بدا العمل في انفاذ هذا المشروع، تطوير مقرات ومنشات النادي الاهلي. فعهد الى القوات المسلحه متمثله في اداره او جهاز المشروعات في القوات المسلحه، واستقبل مجلس اداره النادي الاهلي بالامس برئاسه الكابتن محمود الخطيب وفدا
من الجهاز المشروعات ضم المهندس خالد طه مدير المشروعات، بالإضافة إلى استشاري الجهاز الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شاد الزيني الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى المهندس محمد حسين من المكتب الفني والمهندس أحمد عبد الله منسق الجهاز. الوفد كان برئاسة اللواء طه سيد بدوي المفوض من جهاز المشروعات بالقوات المسلحة، اللي التقى مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة للاتفاق على توقيع بروتوكول باشمهندس في خطوة جادة من المجلس لأنه يوكل إلى جهاز المشروعات العسكرية تنفيذ هذا المشروع. أولا خطوة في منتهى الذكاء ومنتهى الشفافية. أيوة أنت رحت للجهاز اللي محدش يقدر يقول بوم يقول بوم، صارم جدا في التنفيذ وفي المواعيد وفي الاستلام. الاستلام صحيح. هي آفة مصر. صحيح. كل الفساد كان يأتي من الاستلام. اضرب أسعار زي ما أنت عايز، انزل بالأسعار بس أنت هتسلم أوانطة وكوبري يقع والعمارة تقع. لا، مع جهاز الجهاز العسكري لتنمية المشروعات أو الإدارة الهندسية مش هيعمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. أنت ما عندك. ثانيا هتخرج من شكليات كثيره جدا. يقعد الناس تقول لك وانت عملت المناقصه بشفافيه، انت كان ليك واحد صاحبك عملت ثلاث عروض وهميه وزقيته. لا يا عم، اهو الدوله، انت لجأت الى اكثر جهاز في الدوله منضبط وعلى اعلى مستوى من الكفاءه والسرعه بينفذ. فانت معناها انك انت جاد جدا في الخطوات اللي بتاخدها، حاسم جدا وعايز تشتغل بسرعه، شفاف جدا. الحاجه بقى الاهم من كل ده، دايما ما كان يقال اهلي بعيد عن مؤسسات الدوله. الاهلي ما ملوش جذور تعاون ولا تواصل مع الدوله. يبدا كابتن محمود الخطيب بعمل ندوات ثقافيه في معرض الكتاب ويشدد على علاقه الاهلي بالدوله ومسؤوليته تجاه الوطن والمواطن، ثم هذه العلاقه القوية اللي تشهد الحميمية والترحاب المتبادل والتقدير المتبادل. صحيح. بين أطرافها. وانت دايما اقول الشراكة مع النادي الاهلي زي الجوازة، لابد ان تكون متكافئة. انت عايز تجيب راعي ما تروحش تجيب لبان. أيوه. تروح تجيب اكبر شركة مواد غذائية، اكبر شركة اتصالات، اكبر شركة عربيات، اكبر شركة مش عارف ايه، لان انت اكبر حاجة. النهاردة ما تجيب هذه العلاقة المتكافئة شيء محترم جدا. ده كانت الزيارة في بدايتها، وسيتم البدء فورا في هذا المشروع عشان يكون تطوير لمقرات النادي المختلفة. ماشي. دي كانت جولتنا الإخبارية اللي طولنا فيها شوية لكن كانت مهمة في كل هذه الاتجاهات. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل احسمها يا بطل. احسمها يا بطل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم. وهي صفقات ام بطولات؟ تلك هي القضية. شفنا رأي المهندس عدلي فيما تم انجازه من اخر الصفقات، محمود الجزار أحد المدافعين الأقوياء الشبان الواعدين إن شاء الله اللي يكونوا تدعيم قوي لفريق النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية. ولا يزال الحديث مستمرا، ولا يزال ترصدنا لملامح وجه المهندس عدلي ومدى اطمئنانه قبل ساعات من إغلاق باب القيد. إن شاء الله لا يكون في ساعة متأخرة، الساعة 12 مساء الأربعاء، لكن قبلها سيتم تلبية كل احتياجات الجهاز الفني، وأعتقد هو ده المهم. يا رب، يا رب بإذن الله، يا رب يوفقنا يا رب. الجهاز الفني الكابتن حسام البدري النهارده اصطحب الفريق الى الاسكندريه، الفريق في معسكر استعدادا لمباراه نطالبه فيها بالحسم، لانه الحقيقه مباراه الاهلي والاسماعيلي ربما تكون هي القمه الحقيقيه السنه دي، ما هياش القمه الثانيه نظرا للمساحه الفارقه ما بين الاهلي والزمالك في النقاط. كانت الاهلي والزمالك تملي القمه التقليديه الطبيعيه الكلاسيكو المصري، لكن هذه المره الاهلي ينافسه بشكل مباشر الاسماعيلي.
الاهلي متقدم حاليا بست نقاط، لو تمكن باذن الله تعالى غدا من الفوز في مباراه الاسبوع ال 21 هيتسع الفارق الى 9 نقاط، عنده مباراه مؤجله مع المقاولين، ساعتها اعتقد تهدأ الانفاس كثيرا ويتمكن الكابتن حسام البدري من اتاحه الفرص لعدد كافي من اللاعبين فيما يتبقى من مباريات بعد الحسم ان شاء الله. نطلع نشوف هذا التقرير الصوتي عن اهميه مباراه برج العرب بين الاهلي والاسماعيلي. عندما يكون الموعد مع مباراة بحجم الأهلي والإسماعيلي فعليك انتظار قمة الإثارة، ما بالك بكونهما الآن أول وثاني ترتيب جدول الدوري وأفضل فريقين يلعبان كرة قدم هذا الموسم. قمة برج العرب في الساعة 7 مساء الغد الثلاثاء ستكون علامة فارقة للفريقين في حلم الفوز بالدوري. الأهلي المتصدر بفارق 6 نقاط وله مباراة مؤجلة مع المقاولون، يهمه المكسب وزيادة الفارق لمزيد من الراحة النفسية والفنية فيما تبقى من مباريات البطولة. الإسماعيلي لا بديل له عن الفوز لتقليل الفارق، وإلا سينزل للمنافسة على المركز الثاني والمهم في المشاركات الإفريقية. من الصعب التكهن بنتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي مهما كان المستوى. مثلا الأهلي يخسر في استاد القاهرة أمام الإسماعيلي ب3 أهداف من دون رد يوم 7 يناير عام 2007، وهو العائد من اليابان بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، فمن يتوقع ذلك؟ الأهلي يفوز على الإسماعيلي بملعبه بنتيجة ولا في الأحلام ب6 أهداف من دون رد موسم 97-96، ويكرر الأهلي الفوز بسداسية جديدة على نفس الملعب يوم 15 إبريل عام 2005. لن ينسى جمهور الدراويش الفوز الرباعي للأهلي في الإسماعيلية أيضا يوم 22 مايو عام 2006. كما ذكر لنا التاريخ فوزا ولا أروع ولا أعظم للأهلي ب8 أهداف عام 58، بل أضاع يومها طارق سليم ضربة جزاء أيضا كان يمكن أن يرفع بها الرصيد إلى 9 أهداف. التاريخ كتب أيضا عن نتائج الفريقين معا في 112 مباراة، فاز الأحمر في 57 مباراة مقابل 22 مباراة للدراويش، وكان التعادل حاضرا في 32 مرة. أحرز الأهلي 163 هدف مقابل 92 هدفا للإسماعيلي. الخلاصة مباراة الغد كوكتيل مهارات من عناقيد المواهب والمحاربين. في الأهلي محمد الشناوي، عبد الله السعيد، أحمد فتحي، حسام عاشور، السلية وأزارو. في الإسماعيلي محمد عواد، إبراهيم حسن، حسني عبد الربو وكالديرون، وإنا لمنتظرون. شفنا الأهمية الشديدة لهذه المباراة، اللي لو بصينا لجدول الترتيب بين الأهلي والإسماعيلي هتدركوا حجم الأهمية. الأهلي لما لعب 19 مباراة فاز في 15 وتعادل 3 مرات وخسر مباراة. الإسماعيلي لعب 20 مباراة زيادة مباراة، فاز في 12 اتعادل في 6 واتغلب في مباراتين. الأهلي سجل 43 هدف، الإسماعيلي سجل 32 هدف. الأهلي مني شباكه ب 12 هدف، الإسماعيلي استقبل 16 هدف. الأهلي عنده 48 نقطة، الإسماعيلي عنده 42 نقطة، الأهلي عنده مباراة مؤجلة. ده الوضع فيما بين الفريقين في هذا الأسبوع 21 يا باشمهندس، اللي خليني أقول لك نتائجه. النهاردة شهدت هذه المباريات تعادل طنطا مع بتروجيت 0-0، سموحة فاز على وادي دجلة 2-1، سجل لسموحة حسام حسن ومحمد حمدي، وسجل هدف دجلة عمر السعيد. الإنتاج الحربي فاز على الرجاء 2-1. دجلة اتعادل مع سموحة كسب 2-1. 2-1 اه. بكرة الثلاث مصر المقاصة مع الداخلية، وفي الثامنة مساء الأهلي مع الإسماعيلي. يوم الأربع ختام هذا الأسبوع المصري هيلاعب طلاع الجيش، والزمالك هيلاعب إنبي. شايف ان هي مباراة حاسمة مهمة لهذا الحد يا باشمهندس؟
بين الاول والثاني على الدوري. ازاي ما تبقاش مهم وتشهد حاله من التطور في اداء النادي الاسماعيلي هذا الموسم بخلاف المواسم السابقه. في نضج يعني دلوقتي في الاداء. فطبعا المباراه مهمه جدا، هل تعيد الاسماعيلي على المنافسه بقوه وتوقف زحف الاهلي منفردا، ام يستطيع الاهلي ان يوسع الفارق ويطمئن الى حد ما يعني. طيب كابتن حسام البدري في تصريحه بيقول مباراة الإسماعيلي قوية والجهاز بيرفض نغمة حسم الدوري. عايز أقول لكم إنه زي ما قالت بوابة أخبار اليوم الإلكترونية إنه كابتن حسام البدري شارك مع الأهلي في الفوز على الإسماعيلي قبل ما المنافس بتاعه محمد محسن أبو جريشة ما يتولد. يمكن كانت المقارنة طريفة بين الاثنين المدربين، كابتن حسام البدري بكل خبراته ومحمد محسن ابو جريشه اللي ظروف تغيير الجهاز الفني للاسماعيلي واعتذار الكابتن ابو طالب العسوي اللي تولى بعد المدرب الفرنسي دي سابر خلت المهمه جايه في وش محمد محسن ابو جريشه. مدرب صاعد عنده قدر من الطموح ان هو يتولى في هذه المهمه، ومجلس اداره الاسماعيلي بيبحث عن مدرب أجنبي جديد، فكانت المسألة أن يتولى محمد محسن أبو جريشة مدرب حديث الخبرة يا باشمهندس في مواجهة مدرب خبراته تقيلة. ماذا تعني؟ ما تعنيش حاجات كتير. لأن أنت ليه بتعتبر أن محسن أبو جريشة وافد جديد على الفريق؟ هو مدرب تم تصعيده إلى المدير الفني، فهو موجود مع الفريق ويعلم ظروفه ومعايشته وكل حاجة، ويعلم اسلوب لعبه ويعلم يعني كل صغيره وكبيره عن الفريق. انما هو العبره مش كده، العبره مدى التزام الفريق باسلوب المدرب. هو ده الفريق الذي يكون اكثر التزاما باسلوب المدرب مع وضع عامل التوفيق في كل المباريات، لان قد تكون انت المتسيطر وانت الملتزم وانت كل حاجه وما تكسبش. من منظور الكلام ده يبدو ان كفه الاهلي ارجح، ولكن بين الاول والثاني مفيش حسابات، مفيش حاجه اسمها كفه مين ارجح. طيب الكابتن احمد ايوب المدرب العام للاهلي قال ان احنا درسنا الاسماعيلي بشكل جيد وان الاهلي لا يتاثر بالغيابات، في الاشاره الى عدد اللاعبين اللي غايبين زي احمد فتحي، زي سعد سمير، زي مروان محسن، زي رامي ربيعه، زي كريم ندفد، بالاضافه للناس اللي خرجت بقى ده بداية اللعب بدون اللعيبة اللي تم إعارتهم. خلاص الناس هتعتاد على إنه تشكيل الأهلي ما فيهوش مؤمن زكريا، ما فيهوش عماد متعب على الدكة، كل العناصر ما فيهوش أحمد الشيخ، كل العناصر اللي تم الاستقرار على إعارتهم وانتظموا مع أنديتهم المعارين ليها مش موجودين. يضاف إليها قائمة المصابين أحمد فتحي وسعد سمير ومروان محسن ورامي ربيعة وكريم ندفد. لكن الكابتن احمد ايوب يعني اهو ايوب بياكد انه الجهاز درس الاسماعيلي بشكل جيد وبيحترم قيمته كمنافس مهم ولديه قدر كبير من التركيز. ايضا الاهرام المسائي قالت الاهلي بيلجا للكبار وان البدري بيحشد قواته الضاربه لموقعه الدراويش، والمصري اليوم شافت ان الاهلي بيحفز لاعبيه بالمكافئات للفوز على الاسماعيلي، ودي الحقيقه يعني نغمه ما تلاقيهاش في الاهلي. لا يمكن يعني فكره ان انا احفز لعيبه قبل مباراه حتى لو كانت مباراه مع الزمالك يا عم في لائحه. بالظبط احفز بايه؟ صحيح الكلام ده لما تيجي في ماتش سوبر في نهائي كاس افريقيا بتاعتهم تقول لهم في مكافئات اضافيه، لكن لا طبعا. والكابتن حسام البدري زي ما قالت المسا بيحذر اللعيبه من اي ثقه زائده امام الدراويش وبياكد لهم على قوة المنافس وطموحه، لأنه الإسماعيلي عنده طموح بالتأكيد أنه يحقق نتيجة إيجابية في صالحه تعيده للمنافسة، حتى وإن كان عنده بعض المشاكل الفنية تتمثل في عدم وفرة لاعبين مميزين أو تغييرات في الجهاز الفني، لكن الكابتن حسام البدري بيأكد لهم على ضرورة الحذر الشديد في مواجهة منافس بحجم الإسماعيلي، وبيحذر تحديدا من الثقة الزائدة أو الإحساس بأي نوع من أنواع الإطمئنان، وبيركز على الكرات الثابته. عدو ليك ان تطمئن. ان تطمئن صحيح. تقول لي قلق صحي. لازم تقلق.
ولازم تبقى عارف انك مش ما فيش شيء مؤكد. يعني مره وانا في كندا فكان في شاب مصري بيعمل دكتوراه. كل ما يخش وكان مجتهد جدا الدكتور يناقشه يقول لي لا لسه انت مش جاهز. فقال له ده تالت مره وانا ما يعني ما انا حاسس ان انا التجربه منتهيه وانا بعمل يعني انا جاهز جدا. قال له عارف ليه انت مش جاهز؟ لانك دايما تكرر ايام شور ايام شور ايام شور. مفيش حاجه اسمها ايام شور. في الحياه لا شيء مؤكد. ده كلام مهم جدا. فتصور ان عطله ثلاث مرات. ما قالوش غير لما دوخه. انت ايه الايام شور؟ انت عملت تجربه تقول ايام شور. طب لو التجربه دي اتعملت بعد 10 سنين في مناخ تاني. صحيح. هيجي واحد ينسخ الدكتوراه بتاعتك دي. طبعا. طبعا. انت لا تقول. انت بتتكلم على فرضيه علميه دلوقتي. فرضيه علميه. بتتكلم فيها في اطار الاحتمالات. بالظبط. وهنا مفيش حاجه ايام شور. انا افوز مفيش ايام شور ان انا احسن ايام شور. بس ايام شور ان انت مبسوط الليله دي. لا انا مش ليه انت شرفك اللي فيه؟ لا انا مبسوط عشان اقعد قدامك بس. لا 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 المهم ان الناس كلها تبقى يعني برضه احتماليه. شوارب بيقول احتماليه برضه. لا دي مش احتماليه. انت عمال انا مطمئن يا عمي. انت عمال ترفع سقف السعاده عند الناس او الطموحات او الامل. من فضلك سجا سجا. الاسماعيلي كمان اعلن الطوارئ ومنح محمد محسن ابو جريشه صلاحيات كامله لقياده الفريق، وده امر طبيعي يعني. ما هو مدير الفني يعني الصلاحيات الكامله هتكون لحد تاني ولا ايه؟ هو الراجل هو المدير الفني في هذا الظرف. واللي زي ما قلت لكم ده اليوم السابع. الاخبار اليوم قالت انه محمد محسن ابو جريشه ما كانش اتولد الراجل اصلا في 82 تقريبا لما حسام البدري شارك مع الاهلي في الفوز على الاسماعيلي. قائمة الإسماعيلي لهذه المباراة شهدت انضمام شكري نجيب القادم للإسماعيلي من المولين العرب. كابتن محمد محسن أبو جريشة اختار قائمة الدراويش. في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد مجدي ومحمد فوزي، وفي الدفاع محمد أبو المجد بوشة وباهر المحمدي وريتشارد بوفر ومحمود متولي وأحمد دويدار ومحمود البدري، وفي وسط الملعب حسني عبد رب وعماد حمدي ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وكريم بامبو وعمر الوحش ومحمد صادق واسلام عبد النعيم وتوماس ابي ووجيه عبد الحكيم. واختار محمد محسن ابو جريشه للهجوم كالديرون وشكري نجيب وموسى كمارا. عندك تعليق على حد من طبعا انا محيرني الموضوع بتاع شكري نجيب. لان انا سمعت المهندس معان محمد عادل مدير الكره في الاسماعيلي المسؤول عن المقاولين في المقاولين كان يتحدث عن انه استعار شكري نجيب من الاسماعيلي. هل كان في عقد الاعاره ان يمكن انهاء الاعاره من طرف واحد في اي وقت تبقى جديده؟ لانه كان معترض بيقول لك احنا مش عايزين مش هنفرط فيه. بس انا شايفه في قائمه الاسماعيلي. معنى كده ان الاسماعيلي ما كانش محتاج موافقه المقاولين. ما هو ده برضو تكررت فيما بين الزمالك وطنطا. لا هو خد اللاعب برضه رغم انفه. لا بموافقه طنطا. لا ما هو طلع الاستاذ فايز عريبي وقال انا ما وافقتش ومحدش ناقشني وما اتكلمتش في الموضوع اصلا. يعني نفع علاقته بالموضوع. يبقى اتحاد الكره بيستحدث نظام في العالم. انا اديتك لاعب اعاره بعقد مقابل ومصطفى محمد لاعب الزمالك. لا أنا لعب النهارده مع الزمالك والاسماعيلي. يعني الاهلي دلوقتي اللي عايز ينهي اعاره ناصر ماهر يقدر يقول له تعالى تعالى انتظم في التمرين. مش ممكن. يعني ده اللي انا عايز اساله. هو ده في قانون ولا بالاتفاق ولا جدعانه ولا مكتوب في عقد الاعاره انا ممكن انهيه من طرف واحد؟ شوف يعني احنا تقريبا طب ما يجيبوا لنا حد من اتحاد الكوره احمد مجاد حاجة يشرح لنا الوضع ده. والله عايزين نفهمه. احنا كنا من اكتر الناس اللي لو سمحتوا اللي انبسطنا احمد مجاد ومجدي عبد الغني في المغرب الاثنين. طب اي حد في اتحاد الكوره ثروت سويلم اي حد يكون بيعرف بس الموضوع هيقول لك حسب العقد المنصوص بين الاثنين. ما هو انت حاطط عقد ما كانش استاذن. يعني الزمالك طلب المهاجم بتاعه
من طنطا، وطنطا رفضت. مش كده؟ ايوه. طب طلب منها ليه؟ طب ما يقول لها كان يخطرها، في فرق انك تطلب وان تخطر. هو هي هتبقى خاضعه ليه؟ طب عايزين الاستاذ فايز عريبي من فضلكم هتقولنا نص العقد اللي بين الطرفين. لانه حتى بين الاهلي والمقصه فيما يخص جون انطوي ايه؟ في رقم موجود. لا يحق الاعاره بنيه البيع ده موضوع تاني. ايوه ما انا بقول لك في النهايه. لا يا استاذ ابراهيم، الاعاره هل من حق حد ان يتحط هذا النص ان انا اخد اللعيب وقت ما احتاجه؟ هل الاعاره لمده 6 شهور ولا موسم حسب المده المنصوص عليها؟ طيب ما احنا عايزين الاستاذ فايز عريبي يشرح لنا دي. وهو على فكره بيفهم في الواح جدا، يا ريت تجيبه لنا بس نفهم. الاسماعيلي بعت او المقاولين بعت الاستغناء. ده حاجه تانية بقى. عمنا من الوسطى متوتر قال لك الاسماعيلي بعت الاستغناء للاسماعيلي. طب لا الاسماعيلي لا ده موضوع تاني كده كده اتفهمت بقى كده صح. هو استطاع ان يقنع مسؤوله او مسؤولي. ايوه مسؤولي مسؤولي المقاولون يا جماعه والعلاقه اللي بيننا وكده وبعتوا لنا احنا يعني جملناكم اديناه لكم عار احنا محتاجينه. فقالوا له على فص عيننا اتفضل. هل عمل كده الاستاذ فايز عريبي ولا في حاجه تانية؟ هو فايز عريبي النهارده اللاعب بتاعه شارك معاه، يعني ما رجعش للزمالك لسه. خلاص طيب ما مش هيرجع خلاص. وتمسك بيه، فواضح ان العقد يديله هذا الحق. لا ما فيش حاجه اسمها من طرف واحد، اذا انت لو استطعت كده صح. يبقى الاسماعيلي استاذن المقاولون حتى وان كان استئذان متاخر، اعترض او امتعض ولكن وافق. حتى لو كان استئذان متاخر، يعني كان الاستدعاء سبق الاستئذان. يعني وكلهم عائله واحده. فكره الاعاره، يعني احنا كنا دافعنا كتير عن فكره الاعاره. بس انت كنت هترسخ المبدا غريب. لو كانت الموضوع ما توضحش قدام الناس يعني. فهو كده سليم. يعني حتى فكره انك انت بعد ما تفتح المساله للاعارات ثم تكون في اساءه استخدام لهذا الحق. ليه؟ ما فيش اساءه ولا حق. انت حر طالما بالقبول. انت والتراضي. والتراضي. انا قلت لك العصمه مش في ايدي. ده انا اديتهولك قلت لك سنه عنك. تنتقل ملكيه اللاعب كامله للنادي المعار اليه. مالكش دعوه بيه بقى. بس بقى ايه اذا كان في العاده يلعب 50% من الماتشات عشان يكتسب الخبره. كنا بنشوف ناس تشترط، يمكن نادي الزمالك لما كان بيعير لعيبه كان بيشترط على النادي المعار اليه انه ما يلعبش ضده. على فكره ده القانون. انه ما يلعبش ضده. قانون في انجلترا كده. منعا للتعاطف والتفويت. منعا للتعاطف والتفويت. يعني مش كل لعيب هيخرج من عندك متضايق. انت ممكن تزرع واحد عندي. انا مش بتكلم على حاله الزمالك والاهلي والدوري المصري. تزرع واحد عندي ويجي يلعب قدامي وانا فاهم ان هو راح عشان ماتشي، انت عارف هتعمل ايه. هيعيرك بس تعمل ايه. فعشان كده في انجلترا حصلت فمنعوا هذا الكلام. ممنوع ان اللاعب يلعب قدام نادي القديم خلال فتره الاعاره، اذا انتقل خلاص. طيب انا هلاقي نفسي كنادي عندي عدد من اللعيبه المعارين، كل ما لاعب فرقه الاقي محروم من لاعب معين، طب ما كده اخلال بالعدد. مش انت، انا كنادي افرض انا عندي 5 6 لعيبه انا مستعيرهم من انديتهم، كل ما هلعب ماتش محروم من لاعب. طب يعني انت حر ما تستعيرش. يعني بقول لك تبقى ميزة. الفكره تبقى الفكره في حد ذاتها معجوزه. انا معاها تماما لانها بتخلق حساسيات وبتخلق اوضاع مش سليمه. حتى لو اللاعب لعب ضدك بغل، مش مفروض يلعب ضدك بغل. هو الجديه هي سمه الاداء في كل المباريات مش ضدك. مش اما يجي ماتشنا هوريك. ما توريني وانت عندي. ليه بتوريني وانت ما تخرج من عندي؟ ماهيش مسائل. يبقى الغل مش في الرياضه يا استاذ ابراهيم. الغل مش في الرياضه. طيب هنشوف نطلع لتقرير يا عزيز ابراهيم. تقرير نشوف راي بعض الجماهير في مباراه الغد بين الاهلي والاسماعيلي ونرجع لحضراتكم. والله انا شايف المباراه هتبقى في صالح الاهلي. الاهلي دلوقتي متقدم في الدوري، فرق نقاط كبير، عايز يعزز صدارته. اتوقع ان شاء الله 2-0 عبد الله السعيد وهو جاي. ان شاء الله 2-0 للاهلي.
جونر اجايه، ان شاء الله عبد الله السعيد، ان شاء الله عبد الله السعيد يكون في مستواه زي ما هو معود عليه في الفتره اللي فاتت، هو ان شاء الله يفرق مع الاهلي، ان شاء الله يكون باسم فارق ان شاء الله، عشان فتحي سامع اللي هو كان رايح الشباب، ان شاء الله يكون باسم فارق وعلي وفريق الله ان شاء الله يكون فايق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الاهلي 2-0 الجنيه هدخلهم وليد ازار ان شاء الله، وان شاء الله الاهلي هيبتدي يرجع مستواه زي ما كان، وان شاء الله الاهلي فوق الجميع. والله انا اتوقع ان الاهلي هيفوز 2-0 ان شاء الله برده، بس انا اتوقع ان ازار وعبد الله السيد ان شاء الله يبقوا في مستواهم زي كل مره، واجاي ان شاء الله يعني يعمل شغل كويس شبه الفتره الاخيره بتاعته، والاهلي فوق الجميع ان شاء الله يعني، وربنا يوفقنا جميعا. تالي النادي الاسماعيلي فرقه كبيره وكان ماشي متصدر الدوري في بدايه الموسم وبيأدوا اداء كويس جدا، متهيألي حصل دروب في الفرقه بعد ما المدرب صبري ساب الفريق، فمتهيألي ان الاسماعيلي برده مش هيبقى في الحاله بتاعته زي ماتش الدور الاولاني، فمتهيألي ان المباراه كده كده بتبقى مباراه صعبه ما بين الاهلي والاسماعيلي، بس متهيألي ان شاء الله المباراه هتبقى ضغوطها اخف شويه من ضغوط الدور الاول، وان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله يقدم اداء احسن قبل النتيجه يعني. طبعا الاهلي بدا يعني يحرز تقدم الفتره اللي فاتت كويس، والاسماعيلي برده، بس طبعا الاهلي لما بيوصل للصداره يعني ما بينزلش، والاسماعيلي برده يعني نخلي بالنا من الهجوم بتاعه، ديك والدرون برده عامل فرق، وعوتها في حراسه المرمى برده كويس، ولازم برده ازارو يشد حيله عشان بدا الفتره اللي فاتت يعني ما يدخلش جوان وكده، وان شاء الله الاهلي يكسب. ان شاء الله الاهلي يكسب 4-1، واللي هيسجل الاجوان اجاي ووليد ازارو وعبد الله السعيد ووليد سليمان. طبعا احنا في اسكندريه وكلنا عيلتنا كلها بتشجع النادي الاهلي، وان شاء الله اتوقع نتيجه المباراه 2-0، ان شاء الله الاهلي يرجع لمستواه زي الاول ويتحسن زي ما هو معودنا وراح الفانيلا الحمراء، وان شاء الله وليد ازارو هو طبعا بيضيع فرص كتير، لكن لازم حسام بدري برده يدي له الثقه عشان هو لعيب قوي برده. وليد ازارو هيجيب 2-0 وان شاء الله لعيبه الاهلي يعودونا اللي هم يكسبوا دايما باذن الله. الاهلي هيكسب 2-0 وليد ازارو عبد الله السعيد. طيب شفتوا حضراتكم الجمهور عنده قدر من التفاؤل يا باشمهندس، حتى انه البعض طبعا يعني هو انت يعني اكتسب ثقه بفرقته ده، حتى وليد ازارو ابتدوا يقولوا هو اللي هيجيب هو اللي هيجيب يعني الثقه تتولد من الاداء. وانا مساله ان اللعيب اللي يضيع ازعل منه، اللعيب اللي ما يخلقش فرص ازعل منه، انما تضيع وتجيب ماشي. لان نص الفرص دي يا بيجيبها جوان وضربات جزاء هو حلو قوي. طيب تقرير كمان في بوابه اخبار اليوم، قمه الحسم الاهلاويه صنعوا مجد الاسماعيلي ومحسن صالح ليس الاول، لانه الحقيقه ده كلام مهم. اذا كانت الناس بتتكلم باستمرار على انه الاهلي بيضم لعيبه من الاسماعيلي او حتى من انديه اخرى انتقل لها هؤلاء الدراويش على مختلف الفترات اللي تم تدعيم صفوف الاهلي بيهم، لا الحقيقه انه الاسماعيلي كثيرا ما استعان بنجوم ومن ابناء النادي الاهلي اللي حققوا المجد الحقيقي للاسماعيلي. وهنا الاشاره الى دور الكابتن محسن صالح ابن النادي الاهلي كلاعب وكمدرب، ودوره في فوز الاسماعيلي ببطوله الدوري 2002. الاسماعيلي عنده 3 دوري 67 و90 و2002، يمكن اول بطوله افريقيه لاي نادي مصري كان خدها الاسماعيلي في 69 بطوله افريقيا، كان بيدعم صفوف الاسماعيلي وقتها منتقلا اليه من النادي الاهلي الكابتن هاني مصطفى شفاه الله وعافاه، والكابتن رفعت حسين الشهير بريعه. ريعه كان في الدوري هاني مصطفى الدوري. كان في افريقيا بس هاني مصطفى وريعه كانوا في افريقيا. صحيح، كلام صح. الاهلي كان بوابه فوز الاسماعيلي بكل بطولاته، يعني حتى الاسماعيلي كانت المفارقات ان كل البطولات اللي كان بيتوج فيها كان دايما وابدا المنافسه المباشره ليه مع الاهلي. الاسماعيلي اللي تاسس في 1921 زي ما قلت لحضراتكم عنده هذه البطولات، 3 دوري 2 كاس، يمكن الكاس كانت مرتين 97 و2000 وبطوله افريقيا في 69. محسن صالح أحد أبناء النادي الأهلي، استطاع أن يقود الإسماعيلي في فترة هي الأزهى
في عمر الدراويش لما فاز معاه خلال الفترة من 2002 إلى 2003 بعدد مهم من المباريات، وتوجها بالفوز بكأس مصر وبلقب الدوري أيضا. كتير من أبناء النادي الأهلي ومدربيه سبق لهم تدريب الإسماعيلي ووضع بصماتهم على كرة الدراويش، سواء الكابتن طه إسماعيل أحد أبرز نجوم الكرة المصرية ومدربيها، والكابتن محسن صالح زي ما قلت لحضراتكم. ويستمر استفادة الإسماعيلي بعدد كبير من أبناء الأهلي، بس دايما وأبدا الناس اللي بتلوك هذه اللبانة بتتكلم على شق واحد فقط. الإحصائية اللي موجودة في هذا الإعداد هي سبب الحساسية، أن كل بطولات الإسماعيلي عبر الأهلي، وكل وجزء كبير من بطولات الأهلي عبر الإسماعيلي، إذا المنافسة المحتدمة بينهم عاملة هذا. لكن ما فيش حاجة اسمها لا تقول لي بقى يعني الإسماعيلي ياخد من الأهلي لعيبة والأهلي ياخد من الإسماعيلي لعيبة، بس الناس لا تذكر ده للأسف. لما بتصدر هذا التوتر محدش بيقول إن عصام الحضري يعني أولا تعرف مسلسل الطرف الثالث، دايما في طرف ثالث. جان بول سارتر له مقولة عبقرية، الجحيم هو الآخرون. يعني لو سابوا الإسماعيلي والأهلي منهم لبعضين ما فيش مشاكل خالص. هناك الطرف الثالث. ده بمناسبة ذكرى الثورة مش كده؟ لا دائما، لا مش الثورة، كان في مسلسل اسمه الطرف الثالث، كان مسلسل قوي جدا. هناك دائما طرف يستفيد من ان انا وانت مختلفين. في المساء، هل تنتهي مسابقة الدوري يوم الثلاثاء؟ ده الأستاذ سامي عبد الفتاح متسائلا عن أهمية هذه المباراة وإمكانية أن تؤثر نتيجتها بشكل أو بآخر على ملامح المنافسة على بطولة الدوري. آراء بعض أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي في المباراة. لا هنشوف تقرير النقاد مش جاهز لسه، هنشوف رأي بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. شايفين مباراة الغد إيه بين الأهلي والإسماعيلي، إمكانية تأثيرها على ملامح المنافسة وخريطة الدوري. شوارب مربطة. في صعود الحمد لله مستمر، الكيرف والمستوى الأداء الفني والمهاري والبدني أعلى، وشايفين احنا في الفترة السابقة احنا بنكمل 90 دقيقة كويس، إذا الفتنس كويس قوي بالنسبة للفرقة. إن شاء الله ربنا يوفقنا والماتش هيطلع 2-0 إن شاء الله. بأمل إن ربنا يوفقنا ويبقى فترة كويسة ونحسم الدوري من بدري شوية إن شاء الله. طبعا بتمنى إن الأهلي يفوز الماتش دوت، بس هي مباراة صعبة لأن الإسماعيلي يعني في الموسم دوت عامل فرقة كويسة وعامل والمدرب محترم وعامل فكره يعني في الملعب بيبان في ماتشات الإسماعيلي، وهتبقى مباراة صعبة، بس إن شاء الله الأهلي هيقدر يحقق 3 نقط إن شاء الله، وبإذن الله الفوز للأهلي إن شاء الله. أكيد مباراة قوية للإسماعيلي الوصيف في الدوري. طبعا أهم النقاط القوة في الأهلي يكون معتمد على عبد الله السعيد، هو النجم في الفترة الأخيرة. طبعا علي معلول هيكون أهم عناصر الأهلي، هو اللي هيكون هيقدر يخلق لعب مع وجود عبد الله. طبعا ان شاء الله الفوز النادي الاهلي، متوقعاتي برده 2-0 النادي الاهلي. اللي هيجيب الاجوان ان شاء الله عبد الله السعيد، او هيعمل حتى اسيست، بقاله كذا ماتش فايق وبيعمل اسيستات حلوه جدا. وليد ازار برده نتمنى يعني ان هو يحط التاتش بتاعه برده. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب 2-0، وليد ازار هيجيب الجون الاول وعبد الله السعيد هيجيب الجون الثاني ان شاء الله. يعني والله ان شاء الله باذن الله نفوز 2-0 باذن الله. يعني هو وليد ازارا شايف ان هو بسرعاته اسرع من الاثنين السيرت باكات بتوع الاسماعيلي، فممكن يبقى له دور كبير، واجاي وطبعا عبد الله السعيد كل مره لازم بيبقى له يعني له بصمه في الماتش ان شاء الله.
طيب أعضاء النادي عندهم أيضا نفس القدر من الاطمئنان، هل الجمهور عنده هذا الشعور قبل هذه المباراة؟ بنتلقى اتصالات حضراتكم على 388-35-655 و010-900-96-598، وياريت تبقى المكالمات سريعة وبقدر الإمكان الاختصار. أستاذ جمال من المنوفية. يا أستاذ إبراهيم أهلا بك يا أستاذ جمال، أخبار حضرتك إيه؟ ربنا يخليك، تفضل. حساس حضرتك، بس أنا عندي بس مقترح الأستاد الأهلي. عندي تصور بتصميم، الكابتن خطيب كان قال في المؤتمر إن هو محتاج عايز الأستاد يكون ما كانش من العشر أوائل، يكون الأول ما كانش الأول يكون من العشر أوائل. فأنا عندي تصميم للأستاد الأهلي موجود عندي على الكمبيوتر، بس مش هينفع إن أنا أنزله على النت، ده ما اعتقدش ان في حد ممكن يعمل استاد بالمواصفات دي. حضرتك مهندس يعني متخصص؟ انا مش متخصص ومش مهندس، بس انا كنت بحلم بالاستاد الاهلي لدرجه ان انا عملته على هيئه، مش عايز اقول تفاصيل. ما تقولش يعني حاجة. يعني لما يكون الاستادات، يا اسم حضرتك ايه؟ جمال. يا جمال بيه، لما تكون الاستادات بتتعمل لها شركات استشاريه على مستوى العالم، وانت فاكر الاستاد عباره عن تصميم؟ ده 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 حسابات معقده جدا في استيعاب الجماهير والضغط على السنتيمتر وضغط التربة وضغط التربه والعوامل الجويه، يعني في تفاصيل هندسيه مش كتيره. مساله لعبه شكليه. اتفضل. انا فاهم الكلام، انا فاهم الكلام اللي حضرتك بتقوله كله، بس انا بتكلم في حاجه زي استاد ويمبلي كده اللي معمول الكوس اللي قافل الملعب كله بسقف بيفتح ويقفل، واخد بال حضرتك؟ احنا عملنا، والله انا مش عايز احبطك، يمكن تكون شخص عبقري وبتعالى النادي الاهلي قابل الاستاذ محمد سراج ووريله التصميم بتاعك. طب اتواصل مع استاذ محمد سراج ازاي عشان انا في النادي الاهلي؟ بس في النادي الاهلي تعالى وهات التصميم بتاعك على فلاشه او على الكمبيوتر بتاعك وتقدر تعرضها عليه. شكرا استاذ جمال. استاذ عصام من الشرقيه. استاذ عصام مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. بمثل دائما الابداع والتالق في الباشمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم منيسي. اهلا بك يا استاذ عصام، مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك انا بس ليا رساله للكابتن حسام البدري، اللي عنده لعيبه افضل لعيبه في مصر، بس لعيبه بتنفذ تعليمات شخصيه المدرب، بمعنى الكابتن حسام يعني تكوينه كشخصيه بعيد عن التدريب هو اسلوبه كده. بمعنى ايه؟ عنده افضل لعيبه في مصر بس بينفذوا التعليمات. عندك مباراه المقاصه لما تقدمت المقاصه وحرر لعيبه بعمل تغيير هشام محمد. استاذ عصام، هو 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 تنفيذ التعليمات، هو تنفيذ التعليمات ده دي ميزه ولا عيب؟ لا طبعا ميزه، بس انا اقصد التعليمات كانت حسام نص الملعب متاخد منه باختياره بعض اللعيبه. موهبه التدريب بتكمن في ان انا اقدر ارى امكانيات لعيبتي واوظفها في الملعب صح. بمعنى ايه؟ عندي احمد الشيخ هداف الدوري في المقاصه، جه الاهلي ارتكب لانه اتوظف في الملعب غلط. بمعنى ده لعيب من اقل كوره بيوصل جوه الكوره جوه الشبكه، انا بحطه على طرف الملعب ما عندوش سبرنتات ما بيقدرش يروح ويجي، لكن انا المفروض اوظفه زي الخطيب مثلا كان بأقل مجهود الكرة في الشبكة، ليه ما كانش يقدر يلعب مثلا ديفندر زي مجدي عبد الغني؟ فهو قراءة إمكانيات اللعيب وطبعا. والله ده كويس، دلوقتي احنا عندنا واحد هيعمل استاد والتاني هيقترح لنا طرق لعب، شيء جميل يعني. أنا بحب هذا الـ هذا الـ هذا الطموح. هقول لك حاجة، لما رحنا النجم الساحلي واحنا متعادلين واحد وهنا، حرر لعيبة، عنده لعيبة أفضل لعيبة في مصر، بدل ما أنا عمال أتعاقد في لعيبة مع احترامي لها امكانياتها الفنيه. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ عصام، يا استاذ عصام هو مش فكره حرر اللعيبه ولا كتفهم، الفكره ان كل مباراه ليها ظروفها. ما انت اولا انا وانت وكل الناس اللي بتتفرج ما هياش واصل لها اللي في راس المدير الفني من حسابات المنافس، اللي انت شايفه ان هو مكتف المساله ده بناء على قراءته للخصم وعلى سيناريو المباراه المتوقع منه، مش المساله غيديه. يا فندم بعد اذنك انا مش داخلين اسمع وجهه نظر استاذ ابراهيم، مش هتقنعه على الهوا، لكن احنا مش داخلين في ديبيت لان احنا مش فنيين. سيادتك قول وجهه نظرك
ونتمنى ان يستفيد منها كابتن حسام البدري. ثواني بقى معلش. بالنسبه بقى للتعاقدات اللي جايه، احنا ناظرين لعيبه الاهلي بوبا لعيبه ذو رأتين، بمعنى ان اللعيبه دي لازم تصنع الفارق، تصنع الفارق. يعني اللعيبه دي لعيبه دايما الخصم بيعمل زون ديفنس من نص الملعب، يبقى مثلا وليكن الهاف. الله ينور الله ينور. هتبقى لازم لعيبه تصنع الفارق. بالظبط انا معاك والله، الكلمه دي حلوه قوي. تمام حضرتك. يبقى احنا ضرينا مين لعيب في مصر النهارده مع احترامي لكل لعيبه مصر يلعب للاهلي؟ خد بالك، وبدليل انك انت مثلا بتروح للعيب 70% 60% بيغالي. خد بالك. فالكابتن والله يقول لي قول لي لزملائك بقيه الجماهير وخشوا مع بعض كده في حوار وقولوا لنا اتفقتوا على ايه. ولكن هي ملحوظه مهمه، انا معاك، الاهلي مش عايز اللعيب الجيد، عايز اللعيب الذي يحدث الفارق. شكرا. محمد من بورسعيد. استاذ محمد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ الفاضل انت والباشمهندس؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. طبعا ناس كتير قوي ما يعرفوش ان البورسعيديه معظمهم يحبوا الاهلي، ومهما يقول رئيس نادي الزمالك عن الاهلي وحاول يعمل وقيعه بين جمهور الاهلي وجمهور المصري لن يستطيع. الشيء الثاني، انا سعيد جدا بالاستاذ المهندس عبد القيعي اللي ما ردش عن الانسان اللي قاعد يقول له ده كبير وعجوز ومش عارف ايه وراسك قرعه ومش عارف ايه. لا، انت والاهلي قيم اكبر من هذا كثيرا. على فكره انا مش لابس باروكه والله. وعن الاهلي وعن جمهور الاهلي كل خير، وبرجاء وبرجاء يا اخي الفاضل ان تعملوا مبادره من رجل الخير ورجل الفاضل الاستاذ محمود الخطيب، مش هقول الكابتن، الباشا الاسطوره الرجل القيمه والقامه، ان يعمل مبادره وياتي هنا الى بورسعيد حتى يرى جمهور بورسعيد. وجزاكم الله عنا كل خير. ارجو ان الناس تبقى سامعاك. شكرا. لكن احنا زي ما قلت لك ليس دورنا ان نتلاسن، احنا دورنا ان احنا نفهم ان احنا مسؤولين امام جماهير ان احنا نهدي النفوس بس، فاحنا بنهدي النفوس ولو على حسابنا. شكرا يا استاذ محمد. استاذ مؤمن من البحيره. يا استاذ مؤمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ عدلي؟ بحيي الاستاذ عدلي والكابتن ابراهيم النادي. اهلا بيك اهلا بيك يا مؤمن، اتفضل. وطي صوت التلفزيون يا مؤمن بعد اذنك. يا مؤمن وطي التلفزيون يا مؤمن. يلا يا مؤمن بقى، عايزين يلا معاك. يلا اتفضل. اتفضل يا حبيبي. التليفون هو مصمم يسمعنا من التلفزيون فعشان كده. قال الاستاذ وليد من كفر الشيخ. معلش يا مؤمن باهر لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كابتن عدلي. اتفضل. الله يخليك ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ وليد، اتفضل. يا مرحبا. والله يا كابتن كابتن عدلي يا استاذ ابراهيم، انا كنت برضو بنوه عن قصه الاصابات العضليه اللي كتير في 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 الفريق. ايوه. لان دي فعلا مشكله لها، عايزين لها حل يعني. هي بتؤرقنا وهتحلل وهنعرف سببها باذن الله. اه، لان يعني لسه راجع من الاصابه بعد سمير مرجاشي نتيجه الاصابه، هي ما شاء الله ما شاء الله يعني اللياقه البدنيه فرقه في الاهلي، احسن فرقه في الدوري، بتلعب الشوط الثاني احسن من الشوط الاول النادي الاهلي، تمام؟ لكن قصه الاصابات العضليه دي مشكله، ديت مشكله حال يعني. كان اوسكار المدرب اللي كان مع جريده كان ما شاء الله الشوط الثاني احسن من الاول، ما كانش فيه الاصابات دي. نتمنى انها ربنا يقينا شر الاصابات، وهي عايزه تحليل فعلا. شكرا. استاذ محمد من الاسكندريه. اتفضل يا محمد. محمد يا استاذ فريد يمكن يرد عليك انت يا محمد. طيب شوف غيره. محمد من اسكندريه، يعني الجمهور متفاعل فنيا وهندسيا لا بسم الله ما شاء الله. وعلى فكره احنا محمد تاني بس راح الوادي الجديد بقى. الارسال هناك احسن. اتفضل يا استاذ محمد. والله يا مهندس احنا بنتشرف بيك ان انت منورنا كده في القناه الجميله دي. ربنا يخلي حضرتك، اتفضل.
متشرفين كده بالاستاذ ابراهيم المنيسي. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. والله يا فندم عايزين كده نظره للواد الجديد هنا، الناس اللي هنا اهلاويه جد يعني. تمام، يعني اقترح علينا، احنا تحت امرك. سيادتك لو في فرع الاكاديميه الاهلي هنا في الوادي الجديد. اذا فرع الاكاديميه الاهلي في الوادي، نكتب هذا الاقتراح في الوادي الجديد. عندكم مركز شباب او نادي او حاجه نقدر نتواصل معاه؟ في يا فندم مراكز الصحه اللي هي هنا في المدينه، في مدينه الداخله ومدينه الخارجه. في الداخله والخارجه، ماشي. اه يا فندم. ماشي يا حبيبي. ان شاء الله يكون في اهتمام بالوادي باذن الله يا محمد. في عندك حاجه؟ هشام من المنيا، يا استاذ هشام. قربنا من اسيوط اهو يا عم. اه ما هو عداها. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هشام وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. المقولة التاريخية اللي كل الناس بتسمعها في البرامج ومحدش بينفذها. ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ اتفضل. ازي حضرتك؟ اتفضل يا حبيبي. عايز اسال بس يا باشمهندس، مفيش مدافعين جايين الاهلي الايام دي ولا ايه؟ ولا انت ما كنتش معانا ولا ايه؟ احنا لسه النهارده مخلصين مدافع اهو. لا ده جاي من الناشئين، هيلعب يعني في الفريق الاول. ده هو 20 سنه، ده هو بيلعب بقى له سنتين في الفريق الاول. انا الباشمهندس عادل القيعي جدا 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 يعني. ربنا يخليكوا يا حبيبي. الله يخليك. متشكرين. شكرا يا هشام. سيد من كفر الشيخ، يا استاذ سيد. وعليكم السلام. ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ سيد. كابتن عادل، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضل. اولا بنقدم التعازي لكابتن طارق سليمان في اخوه، انا من نفس القريه اللي الكابتن طارق منها. التعازي يعني من الزعفران انت؟ بنقدم له التعازي، نقول له البقاء لله بقاء الدوم لله. ثانيا عايزين بس نشوف خريطه برمجيه للقناه، نشوف يعني مباراه مباشره على القناه الاهلي. تمام. انت مش عايز خريطه برمجيه، انت عايز تشوف مباريات الاهلي على قناه الاهلي. تمام. واحنا نحن نسعى الى هذا وربنا يسهل. اما الخريطه البرمجيه الجديده انتظروا قريبا. ان شاء الله ان شاء الله. باذن الله. الحاجه الثالثه بقى، عايزين يعني باسم علي خد كابتن، هي رؤيه فنيه بحته، كابتن باسم علي خد ثبت مكانه. تمام. في سياسه تدوير بين اللعيبه عشان الاجهاد وعشان يعني مثلا في يا راجل كل ده احنا كل ماتش الراجل بيدي لك ثلاث اربع عناصر جديده. تمام. هو متفق مع ده يعني، هو عايز يقول ان باسم اثبت وجوده. طب وماله، ما التدوير موجود. عايزه يستمر. تمام. يستمر. يعني مثلا ايه، مثلا زي حسين السيد كان خد فرصه وكان اثبت مكانه، وفجاه لان قاعد على الدكه وفجاه خالص بقى لان قاعد. ما هو ده التدوير بقى، دي فرصه. يعني انت مع التدوير ولا مع التثبيت؟ لا يعني لما يجي يدور، ولا انت بتدور على لاعب بتحبه؟ لا مش كده، مش قصه حب او كله، اللي ياخد فرصه ويثبت ان هو يعني يكمل. يبقى ده مش تدوير، ده انت مع التثبيت بقى. هي عموما في الاول وفي الاخر يا سيد هي وجهه نظر المدير الفني. جمال الكره ان تستطيع ان تتحدث فيها كما تريد. بالظبط. شكرين يا استاذ محمد. استاذ سيد فوزي من مطروح، ده التمثيل النسبي الحقيقه لكل المحافظات. استاذ فوزي في عداله. استاذ فوزي اهلا وسهلا بيك، اخبارك؟ اهلا بيك، اتفضل. اخبار النواه عندكم ايه؟ هديت ولا لسه؟ لا الحمد لله تمام. هدي. طيب اتفضل. اخبار عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد واحمد فتحي ان شاء الله بعد مباراه الاسماعيلي هيكون في حسم الموضوع، تجديدهم باذن الله، ونتمنى ان شاء الله بقائهم في الاهلي باذن الله. يا ريت بعد اذنك، يعني دول ناس ابناء. طبعا اسمعوا ارقام من اخلص واكفى اللعيبه. طبعا 43 مليون. ما خد بالك يا فوزي، ال 43 88 مفيش لاعب بياخدهم، ده يعني اللي بياخدها النادي اللي منتقل اليه. يعني الزمالك لما يدفع في عنتر 15 مليون جنيه ما خدهمش عنتر في جيبه، واخدهم النادي الاسيوطي. طبعا بياخد نسبه كبيره. ولا مليم. لا ولا مليم. بياخد عقده. اكبر عقود يعني. اكبر عقود في مصر واكبر التزام في مصر في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. واكبر دخل اللاعب، يعني اي دخل للاعب بحسب عدد الماتشات وعدد البطولات ومرات الفوز الاهلي بيحقق للاعبته اعلى دخل متاح. مش معنى كده انك هتصادر على طموح اللاعب
كل واحد من حقه، كل واحد من حقه يستثمر موهبته خصوصا بيحسبها. انا قدامي كام سنه، احنا خايفين من التدخلات، خلي بالك بتاعه مصطفى منصور. يا استاذ حضرتك اسمك ايه؟ فوزي. يا استاذ فوزي، اللاعب الذي لا يدرك قيمه الاهلي هتعمل له ايه؟ يعني اذا كان هناك لاعبا في النادي الاهلي سوف يتعرض للاغراء، انت الكسبان لو يعني لو انتقل الى هذه الجهه او تلك. عقودهم دلوقتي يا حبيبي يعني خساره على النادي. ما فيش حاجه اسمها خافين، الاهلي يصنع نجوم والنجوم تصنع امجاد مع الاهلي. تمام. يعني لازم تبقى الحسبه كده. امال احنا دلوقتي بنقول ليه؟ سبحان الله. ليه بنقول انك دايما بيبقى فيه لعيبه بدائل؟ ليه الاهلي بيسعى ان يكون عنده لعيبه بدائل؟ تحسبا لهذه الامور. لكن ايضا لازم تعرف ان كل اللعيبه مدركه قيمه الاهلي وقيمه جماهيره، وبتسعى انها تخدم الاهلي وجماهيره بقدر طاقتها بالكامل ومنتهى الاخلاص. كل لعبتنا بسم الله ما شاء الله على هذا الخلق وعلى هذا يعني النهج يعني. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله لمباراه بكره، ربنا يوفقكم. بس هو ده الكلام الجميل. شكرا يا فوزي. عز الدين من الايوبيه. اه ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. الو السلام عليكم. اتفضل يا استاذ عز. السلام ورحمه الله. ازيك يا باشمهندس عدلي؟ الله يخليك يا حبيبي. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ عز. انا بالمناسبه اول مره اخش في برنامج. يا اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهم حاجه ما تبقاش اخر مره بس. لا لا والله اول مره اخش في برنامج يعني. انا بصراحه انا بعز جدا باشمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم. اهلا بيك. من افضل الاعلاميين المحترمين. ربنا يخليك. شكرا. الشرق الاوسط بصراحه. شكرا جزيلا. ربنا يخلي حضرتك. انا بس عايز اعرف الاخبار الصفقات الجديده، صلاح محسن خلص ولا لسه؟ احنا قاعدين معاك على الهوا اهو. يعني هتعلنوا النهارده؟ هنعلن لما تخلص. وقت ما تخلص هتعلن بشكل رسمي ان شاء الله. وبالنسبه لعمرو بركات وحسين السيد، اعاره ولا بيع نهائي لسموحه؟ لا لا اعاره. اعاره. لو هيطلعوا. لو هيطلعوا هيطلعوا في الاقل ما تمتش يعني. اه لسه ما خلصتش. اه. طيب ماشي شكرا يا باشا. يعني دايما في بدائل قدام اللعيبه بتقعد تختار فيها يعني. شكرا يا استاذ عز. نختمها من سوهاج بقى. مختار من سوهاج. يا استاذ مختار. الو. ايوه. وعليكم السلام. ازيك يا باشمهندس عدلي؟ الله يخلي حضرتك. الاستاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ مختار. حضرتك يا باشمهندس انا ليا طلب بس بعد اذنك. ايوه فندم. انا من سوهاج ايوه، بس قاعد هنا في القاهره من زمان وباقي تمرين نادي الاهلي من زمان. كل التمرينات من ايام كابتن مانو الجزير بن فوريل وديكس الهولندي 2001. فانا نفسي اقابل الكابتن محمود الخطيب. لا تعالى. طب هتقابله ازاي؟ ما هو مش هيجي لك سواك. هو هنا في النادي. القاهره. والله انت في القاهره. بقول لك انا بحضر التدريبات. لما تحضر التدريبات لو الكابتن موجود هيقابلك. الكابتن موجود مؤكد هيبقى سعيد انه يقابلك يعني. كلم حد من الـ 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 من الاداره من الكنترولات، قول لهم عايز انا جاي مخصوص للكابتن الخطيب، وقول لهم المهندس عدلي قال لي لما اجي اسال عليه، لو موجود هيقابلك. شكرا يا مختار. دي كانت بعض مساهمات ومشاركات حضراتكم اللي واضح منها هذا الاهتمام بالاهلي بالمباراه ان شاء الله. ويبقى الحديث المهم عن الصفقات، لكن هي صفقات أم بطولات؟ تلك هي القضية المهمة بعد الفاصل. الأهلي يواجه الإسماعيلي. الجولة 21 من الدوري المصري على ملعب برج العرب في مواجهة صعبة بين المتصدر والمصير. انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 6 مساء قناة الأهلي.
احلى كوره في افريقيا، احلى كوره في مصر. رجع لنا لايام جميله. ايه هبوش ايه هو بعد كده خلاص لعب الكابتن فضيل من احسن الجوان جابها في حياته. 1907 لغايه دلوقتي بيت نجوم النادي الاهلي. ماتشات زمان في الاوقات التاليه على قناة الأهلي. رموز بحضراتكم من جديد. هي صفقات أم بطولات؟ تلك هي القضية، وهي دي الحكاية اللي شغل الناس خلال الأيام اللي فاتت. والحقيقة صفقات الشتاء ربما بقت أكثر إثارة وأكثر ترقبا وأكثر اهتماما من قبل الجماهير من انتقالات الصيف، رغم ربما كانت امتداد فترة الصيف إن أنت بتقعد فترة طويلة في التفاوض وغيره وغيره، وقدام منك قائمة مفتوحة. صفقات الشتاء على التدعيم كل نادي بحسب العدد المتاح عنده في قائمته، فبتلاقي المسألة فيها هذا القدر العالي من الصخب والمشاكل والتوتر يا باشمهندس. صفقات الشتاء دي ملاحظة مهمة. اه. لأن بتيجي في خضم المنافسة. المنافسة. بيبقى كل فريق عايز ينجز يعني لعيبة يعالج مشاكل عنده. بيكون عارف بقى نقاط الضعف اللي عنده، مشاكله ايه. ايوه. بيحاول يعالجها. الوضع مع النادي الاهلي مختلف شويه. هذا الموسم والموسم الماضي. لانه داخل مرتاح. فما فيش الالحاح اللي يضغط عليك. ها؟ زي ما قلت لك، لا انت في صحراء عايز كوبايه ميه ومش لاقي، فتشتري كوبايه الميه باي سعر. فانت وضعك بيسمح لك انك تتريث دون. أيوة. ان تهمل
دون أن تهمل. دون أن تهمل. لأن برضو الناس بتتكلم بتقول إيه؟ أنتوا مدرسة قديمة، أنتوا ناسين إن في فرق عملة وفرق أسعار وعايشين في الزمن الماضي. طبعاً خلي بالك، أنا امبارح في مداخلة مع الأستاذ إيهاب الخطيب هنا في قناة الأهلي، أنا ما بعملش مداخلات، بس لما لقيت إيهاب يعني عمل برنامج حبيت أبارك له، وفي نفس الوقت قلت له اتكلم في أي حاجة غير الصفقات، فضحك. كان معاه علاء عزت وعادل كابتن عادل عبد الرحمن طبعا، فاتفتح الموضوع. انا قلت له معنى ان احنا الصفقه مش هي البطوله، وقلت له ان احنا مش في سباق، لا ننظر المنافس خلص كام صفقه، احنا لازم نحقق هذه الصفقات، او ان احنا اشتركنا معاه في حاجه ووقفنا عند حد معين. احنا بنضع صفقتنا حيث نريد. يعني احنا منظورنا للصفقات أن نضعها حيث نريد. بكل المعاني بقى. أيوه. اللي بتحتوي هذه الجملة. فأنت مش هتفرض عليا إن أنا أنساق في سباق وآخد حاجة تضرني أكتر ما تفيدني. مش من الناحية الفنية بس، ما هو أنت كمان لو خدت حاجة يعني مجنونة مالهاش ريسيل برايس أو سعر ممكن إنك أنت تبيع بيه. أنت واخدها في القمة، طب هتروح بيها فين؟ لن تبقى. وبعدين ايضا حساباتك، هل انت عايز تطلع ناس وتعمل عملية احلال وتجيب صفقة والناس اللي طلعت دي تمولها؟ ده جزء من التفكير. احنا بنفكر الصفقات اللي طلعت دي عاملة 20 مليون جنيه احنا اشتغلنا بيهم. الاعارات. الاعارات اللي طلعت دي. وقد يكون هناك حاجات اخرى، بس المهم زي ما قلت دايما وانت بتفكر تجيب البديل اللي يقدر يعوض الإعارة ويرجع لك بقى الأصلي، فتبقى أنت كده فرقتك اكتملت. أولا هبط بمستوى السن، كل الناس اللي بتفكر فيها سن صغيرة، ويكونوا على ما يرجعوا دول كمان اكتسبوا مع زمايلهم الخبرة، والدنيا ماشية والحمد لله في هذا الأمر. ممكن جدا الناس ما تشوفش تفكيرك لأنك أنت مش ملزم أنك تشرح 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 تشرح. لو انشغلت في الشرح مش هتشتغل. لو انشغلت تدافع عن نفسك اكنك بتعمل حاجه غلط. انت ما تدافعش عن نفسك، انت تشتغل وباذن الله النتائج بتاعه عملك كنادي اهلي، انا مش بتكلم على عدل القيعي، هي اللي تقول ان السياسه دي صح. مفيش اهمال لكن في تريث، مفيش بخل لكن مفيش افراط. انا مش عايز اعلم على حد، انا عايز اجيب الحاجه اللي انا محتاجها. ايوه. اما اللي عايز يعلم علينا ايه مشكلتنا؟ ما عندناش مشكله خالص. حد عنده فلوس عايز يصرفها، لا ويجوز محتاج هذا الكلام. هو عنده محتاج. بص هو عنده من اسبابه اللي تخليه يروح الى مدى ابعد مننا، ماشي. أوكي. انا مش هزعل منه. ايضا هو ما زعلش مني. يعني انا مثلا ايه لو اقول ايه بدل ما اجيب ستة اجيب ثلاثة في الحتت اللي انا محتاجها باسعار معينه، واحط مثلا امكانياتي في واحده بس، واحده تحدث الفارق. ماشي، ليه لا في اتنين، والاتنين دول لما يجوا هيتنافسوا مع الموجودين هم احسن من اللي موجودين، ولا هيجوا عوضا عن ناس مشيت؟ كل دي حسابات يا استاذ ابراهيم لن توضع في الاعتبار. فاحنا منظورنا في الصفقات هو ده المنظور الفني المستقبلي اللي تخرج ناس وتجيب ناس دون ان يتعثر الفريق. هو ده النجاح. إذا عملنا كده والله وربنا كرمنا وحافظنا على بطولاتنا وحدثنا فرقتنا يبقى احنا ماشيين صح. إذا ما عملناش كده علينا أن نراجع أنفسنا. علينا أن نراجع. تسمح لي بقى بوصلة غلاسة بقى. غلس. الجمهور شايف أن أنتوا تأخرتوا شوية السنة دي، وإدارة ملف التعاقدات ما بقاش بنفس السرعة والسرية والنجاح اللي كان عليه في سنوات سابقة. اللي هي امتى؟ ربما بيقارنوا بين في الشتاء. مفيش. بص انت في الشتاء بتنقل اللعيبة بتلعب في نواديها، انت مدرك الصعوبة؟ نادي في منطقة الوسط. طب هو خايف انه يهدد وتعلى عليه اندية تانية، بيقعد يفكر 100 مرة عشان يديك لعيب. لكن لما يديك لعيب وانت بحكم الاهلي هتاخد اللعيب الاساسي قوي عنده، ما انت مش هتروح الا لحد كويس. بالظبط. فالتريس مش من ناحيتنا،
والتاخر ما بيبقاش من ناحيتنا. ايوه ده اللي لازم يوضح للناس نقطة. ظروف العمل نقطه. لا ما انت مش معني خلي بالك ان تدافع عن نفسك وتشرح تشرح تشرح تشرح، لكن اعتقد ان الناس الجمهور توضح له الصوره. بص الجمهور ده انواع. هنفترض كله بيحب الاهلي خلاص. بس جزء بيحب الاهلي بفطره سليمه، وجزء بيحب الاهلي لحبه لاشخاص واخد موقف من اشخاص تانية، وجزء بيحب الاهلي ويخاف عليه بموضوعيه، وجزء بيحب الاهلي لكن ما عندوش مشكله انه يلطش فيدي فرصه للمنافس ياخد من بقه ويضغط كمان على الاهلي. اللي بيحبك بيلتمس لك العذر وبيشوفك وبيتفهم الموضوع. اللي مروحاً انت تعمل حاجه صح يقول لك برافو، انت وخليها وجهات نظر زي ما 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 النموذج الجميل اللي طلعوا الاثنين، واحد بيقول لك الاستاد وعندي، والتاني بيقول لك البدري يلعب كذا. تعرف يعني ايه تستحمل لعيب وتديله الحريه؟ يعني يلا يا اولاد انزلوا العبوا، يلا يا اولاد انزلوا انبسطوا. هو الاهلي سماته ايه يا استاذ ابراهيم؟ لما تقعد قدام استديوهات التحليل كل النقاد بيقول لك الفريق المنظم صاحب الشخصيه الذي يفرض اسلوبه على المنافس دائما. عارف امتى يهدي؟ امتى يلعب وينقض؟ امتى يهاجم ويضغط؟ وتجد في الاخر بعد الانتقادات اللي كانت موجوده كل اتفاق على اسلوب الاهلي. انت معايا ولا معايا؟ انا معاك مع الاسف. معاك. طيب. فانت هنا ما تقدرش تصادر على حق الجمهور انه يقول. لكن ايضا انت مش مطلوب انك تكون رد فعل للجماهير. انت عندك من المسؤوليه ما يلزمك انك تتدارس جيدا والراي جماعي واصحاب خبره وناس كلها بتحب الاهلي وتاخد قرارك. لدرجه ان انا حتى قلت لهم في مداخله الامس المهندس محمود طاهر ما كانش فيه خبرات في اول سنه، تعثرت الصفقات وتاخرت اكتسب الخبرات، ابتدى يعمل صفقات اكثر نجاحا وكل ما يمشي، لكن ممكن يكون عملها باثمان مغالى فيها، لكن ايضا ربنا رزقه انه يعمل ايرادات مغالى فيها بعد تحرير سعر الصرف بالذات. مش بس سعر الصرف، حتى لو انت سعر الصرف 5 جنيه انت ما بعتش حد ب 6 و7 و8 ها غير في الفتره دي، فاهمني؟ فالدنيا اتحركت معاك وهذا امر جيد، ندي لكل واحد حقه. لكن جيت بقى بعد ما عملت الايرادات صرفت برضه مصاريف كان ممكن انها ترشد اكتر من كده. في لعيبه جت لعب شهرين ثلاثه ومشت ورفع قضايا وليها مستحقات وما استفدناش منها طبيعه الامور، لكن لو الصيغه التعاقديه سليمه كان كل دول مشوا بدون مشاكل. اللي بيحطك في موقف انه يرفع عليك قضيه ده عقده مكتوب غلط. وانت كمان لما تيجي تتعاقد عايز تتوخى دي او تتفاداه، عمليه انك ترجع كل الامور على نسقك وعلى نظامك وعلى قديمك، مش قديمك يعني ان انت تبقى مش متطور في فكرك، انما السيستم اللي نجحك. زي ما بقول لك ما كناش نعرف حاجه السريه والسرعه، انت كنت بتحس بالسرعه ليه؟ لانك مش متابع السريه، ما ادتكش المعلومات انك تقعد لمده شهر مش عارف ان قبليها عمل شهر وشهرين. انا كنت بعمل معاك البرنامج هنا امشي الساعه واحدة تكتشف ان انا قاعد للساعه اصلي الفجر في بيتي بتمضي وليد سليمان وليد سليمان سيد حمدي عبد الله السعيد شغل للفجر. واخد بالك؟ هو مش شايف ده، هو شاف النتيجه. لكن احنا عشان انا ما بتكلمش وانت ياما حاولت توقعني وما زلت وانا دايما بعد صوابعي وانا قاعد معاك وانا هسيبك النهارده تمشي يعني، فانا يعني حصمت نفسي منك. فكانت النتيجه استعذت بالله فكانت النتيجه ان الجمهور حتى برنامج اللي انا يعني المفروض ابقى حريص على السبق وان انا اطلع واستنوا عجع هيقول لا مصلحه النادي اهم مني. ايوه بالتاكيد. حتى لو اتعرضت لبعض الهجوم اهلا وسهلا، هو دي مسؤوليتي. فانا مستعد اشيل كل الفشل ما عنديش مشكله،
او ما يعتبروا البعض فشل، وفي جزء كبير منه ما هوش فشل. فالناس المترقبه للصفقات في توقيتات هي بتحطها افهموا ان في امور اخرى. اذا التاخير له اسبابه وله ظروف. انت بتعتبر ان صفقات الشتاء المفروض لو انت عامل صفقات صح في الصيف يبقى تعمل كم صفقه في الشتاء؟ انا رايي لا تزيد عن 2-3 بالكتير. يعني ونتيجه انك خرجت ناس ومواجهه حاجه حاجه ما كانتش في اعتبارك اللي هي اصابه المدافعين. بالظبط اصابه المدافعين هي دي يعني الصفقه اللي الناس مش قادره تحتفل بيها لان الاسم مش محفوظ عندهم. انا بعتبرها هي دي اهم صفقه. وهي دي كانت تركيزنا. الجزار تحديدا المركز ده، المركز ده بالمواصفات دي اللي احنا حاولنا نجده في فلان وفلان وفلان والانديه ظروفها ما سمحتش او كان في اسعار ما يعني شايفين انها تخل بميزان السوق يعني. فدي انا انت بتقول لي انت مبسوط لاني اطمنت ان في قطعه الغيار في المكان اللي انا محتاجه. في قطعه غيار كويسه في المكان اللي انا محتاجه، ربنا يوفقنا فيه. هيستنوا بقى يلعب ومعاه الغلطه هو ده. الدنيا مش كده. الدنيا يا ربنا يكرمه ويستوي على نار هاديه بشخصيه الاهلي. على ما يحفظ زمايله وزمايله يحفظوه ويعرف شخصيه الاهلي وازاي تباصي وامتى تعمل كلير وامتى تهدي الكوره وتبتدي من ورا. كل دي خبرات هو هيشوفها لاول مره. هياخد جرعات تدريبيه يا جماعه مختلفه. فاول فتره لازم هيحصل له دروب. خلي بالكم طبعا، والرهبه والمسؤوليه، جسمه مش هيكون مهيئ للجرعات التدريبيه دي، فهيتاخد واحده واحده. فكل دي اعتبارات، ما تستعجلوش على الولد الواعد. وجبت فخر قبل منه، وفي هذا السياق فخر. ثم في سياق ان انت احمد عادل عبد المنعم ألح على الخروج، جبت علي لطفي. اذا انت ماشي باحتياجات فنيه حقيقيه، باحتياجات فنيه حقيقيه للجهاز. نخش بقى على ايه، شويه الكريم شانتيه والكريزه اللي على التورته. بنجيب بقى لعيبه مكان اللي اعاره. تجيب واحد بالمواصفات دي. واخد بالك؟ توسمته في لاعب ما جبتوش، في لاعب تاني ما كانش زيه اعلى منه. بنسعى اليه. واقتربنا وقد ننجح وقد لا يسعفنا الوقت، لكن باذن الله ننجح. الصفقه اللي مصر كلها عماله تتكلم عليها، اللي بيقولوا اسرع لاعب وتكرار لتجربه محمد صلاح، وهذا ايضا خطر داهم على هذا اللاعب وعلى النادي اللي هينتقل اليه التي اتمنى ان يكون الاهلي. انت بتتكلم على صلاح سليمان؟ صلاح محسن لعيب صغير. عنده سرعات وعنده قدرات، لكن الناس دائما المقارنه. ما نسوا حاجه واحده معينه، احنا السنه دي في سادس سنه بعد خروج محمد صلاح للاحتراف. صح ولا غلط؟ لما خرج لبازل نادي المقاولين كان واخد باله كتير، نادي المقاولين يكاد يكون ما خدش فيه فلوس. وهو ما كانش بياخد فلوس كتير. تألق ونجح، اتنقل للدوري الانجليزي، كانت نقله. ما نجحش. فرجع الى انديه اقل شويه في المستوى من تشيلسي اللي كان اقوى نادي في العالم وقتها تقريبا، مع برشلونه وريال مدريد وبايرن ميونخ. راح روما، راح في فرنتينا. الدوري اللي طلع منه فرصه من فرنتينا الى روما. اكثر تطورا من روما، النقله بقى الناضجه الى ليفربول. خلاص، فما تبصش لمحمد صلاح النهارده وتقارن وتقول ده بكام وده بكام وهيعمل لك ايه. مش شرط. زائد ان ثقافه محمد صلاح وشخصيه محمد صلاح نرجو ان تتواجد في كل لعيبه مصر، ومنهم صلاح محسن. اللي هي نجحته. محمد صلاح لعيب مش متعالي، مش حاسس انه هو احسن لعيب في افريقيا، ما بيتعاملش على هذا الاساس، راجل متدين، متجوز، بيراعي جد، منضبط، متواضع. اكتر من كل ده بقى عارف قدراته وان تكمن ميزاته مستثمر. ويستطيع ان يديرها بصراحه شديده وانضباط شديد. اللي هي ايه؟ ليس هو مش كاكا ولا رونالدينهو ولا رمضان صبحي
ولا انما هو ايه لعيب سريع وقوي، سريع وقوي وعنده قدره على اتخاذ القرار. قدره وعبقريه صلاح ثلاث حاجات، اربعه. اول حاجه سرعته الفائقه، تاني حاجه تواضعه الجم وشخصيته السليمه وخلقه، ان بيخش اي مكان الناس بتحبه وتحب تساعده، لا يتعالى على احد. رابع حاجه انه عارف متى يتخذ قرار التصويب والتمرير. ملوش في الجماليات بتاعه كره القدم، ولكن انت بتحس انه لعيب مهم جدا، اهم من كل دول ليه؟ لان تحس انه بيجيب جون، وبيجيبه جون كوبي كوبي، يعني يعمل لك الجون ده مره واثنين وثلاثه، متكرر وبسهوله، عارف قدرته، عارف امتى امتى بليسنج ويلفها، وامتى يشوط، وامتى اليمين، وامتى الشمال، امتى يعمل الفول ويكون موجود في الهيد، جاب الهيد وجاب اللوب وجاب الشوطه وجاب البليسنج وعمل اسيست، كل دي خبرات عنده، يستطيع ان يستخرجها وقت ما يريد. اذا هو عارف قدراته وعارف قراره امتى، قراره. يبقى ثالث ميزه فيه القرار. رابع ميزه الالتزام. هو لاعب ملتزم تماما داخل وخارج الملعب فنيا وسلوكيا، ها، وراجل عايش عيشة المحترفين وعايز يعيش أطول مدة. اللي يعرف يعمل زيه مش صعبة، لكن قدرته على إدارة موهبته هي الصعبة. أنا فاكر الكابتن محمد رمضان الله يمسيه بالخير الفترة اللي كان مدير الكرة في المقاولين. طب أنا رحت أجيبه وما رضيوش يدوني. وكان محمد عامر مدير فني، هو تقريبا اللي صعد صلاح من تحت السن للفريق الأول. ورمضان قال لو الأهلي يسيب أي حاجة ويركز في إنه يشتري لاعب زي محمد صلاح، يعني كان شايف انه عنده نبوغ مبكر لافت جدا. رحت انا والكابتن سيد عبد الحفيظ وتم الاعتذار لنا، قالوا لي السنه الجايه. السنه الجايه دي كان طلع احترف، طلع بره. فانت بتتكلم على مواصفات لاعب زي صلاح محسن، عنده القدرات المميزه جدا اللي تخليك، انت بتتكلم على كريزا مش كده؟ يعني لعيب يحدث فارق. فبالتالي بس يحدث فارق بشروط اللي انا قلتها دي بقى. فمن هذا المنطلق اللي لو ربنا وفقنا فيه هيكون يعني اجابه لبعض البازلز او الغاز اللي موجوده الفنيه، ويكمل بالسرعات بتاعته مع ازارو ومع فرقته. لكن الناس تبعد عن المقارنات، ما يعني تقارنش. ايوه، لانه يا جماعه ده في عدد من اللعيبه اتظلمت. عايز تقارن قارنه بصلاح سنه اولى، ولا تقارنه بحد؟ لا، عايز تقارنه بالظبط بصلاح سنه اولى. ليه؟ انا افتكر انه اكم من لعيبه اتظلمت واتحرقت عشان قرنه بابو تريكه. ما هو يقول لك ايه، تروح تجيب مثلا، افتكر محمود سمير من الترسانه، قالوا كنت ابو تريكه لعيب مهاري، انا كنت معجب بيه جدا وهو في الترسانه. لما جه الاهلي كله بيتكلم ابو تريكه الجديد، ابو تريكه الجديد. هيثم الفزاني الاهلي يجيبه برضه، افتكرته ازاي ده؟ ما هو لمجرد انه جرب ابو تريكه في لاهيه، الناس برضه ابو تريكه الجديد. كل شويه لاعب يطلع مهاري يوصف بانه ده ابو تريكه، ولحد النهارده خلي بالك فبيبقى ضغط عليه. 2002 محمد بركات، اشمعنى؟ ما تقول سريع وقوي، ما تقول لي ميزاته. انما ليه عايزه تديني صوره ذهنيه وافضل باصص له وهو بيتقدم ان ده محمد بركات، ما لقيش محمد بركات قدام فيتظلم. يتظلم. وبعدين انت قلت محمد بركات، بعد ما بركات بقى بركات. ده اللي انا عايز اقوله بقى، وده بادئ معاه. لما تيجي النهارده عشان بس الناس ما تقولش سواء راح الاهلي راح اي حته تانية، هو ده اللي كان عامل لنا الدوشه، هو ده اللي اتقال عليه كذا، هو ده بعد كام سنه. لكن دلوقتي هو لعيب كويس، ومشروع لعيب كويس جدا جدا جدا. والناس مدركه قيمته المستقبلية فيما لو طبع على نفسه وأدار موهبته بالكلام اللي أنا قلته. يبقى صلاح محسن لاعب مهم جدا، لاعب لديه هذه المواصفات اللي المهندس عدلي بيتكلم عليها، اللي تقريبا بتجعله صفقة نوعية. عشان كده الأهلي مهتم بيه، الأهلي جاد في طلبه، وبإذن الله تعالى خلال ساعات قليلة تكلل هذه المهام. أنت يعني برضو مش عايزين، بصوا انا راجل واقعي. اذا لم استلم الاستغناء وعقود اللاعب ممضيه واروح بيها واطلع الكارنيه، انا اللاعب مش عندي. قول زي ما انت تقول خلال ساعات كل دول ليهم عقود عندك ما لهاش قيمه. عايزين الاستغناء وعايزين مش عارف،
ولذلك انا مش معني قوي ان انا مضي لعيب حقيقي يعني. وبقول لهم ما تشغلوش نفسكم توقيع اللاعب، لان اللاعب لو رجع في كلامه احنا مش بنأذي حد. للتوضيح هنا برضو بخبراتك، الاصل في المساله رغبه اللاعب يعني، اذا بس مش ماشيه في مصر للاسف. لا، اذا في نادي تلقى عرضين او لو ثلاثة، لو اللاعب صمم على موقفه الاتحاد الدولي ينصفه، الا اذا كان مضى على الاستغناء. وبعدين يقول لك انا عايز النادي الثاني، طب مضيت على الاستغناء ليه؟ اصل استمرت الاستغناء دي فيها قرار المجلس وتوقيع اللاعب وبصمته. طيب اللعيب بيروح النادي ويعيط ويقول لك غصب عني، بس انت يا ابني مضيت. بس طيب يعني هرجع برضو لمنطقه الصفقات تاني. انت عندك زحمه كتيره جدا في الشق الهجومي، وتقريبا العدد الاكثريه من لاعبين مميزين موهوبين دوليين راس الحربه وما وراه. عشان كده واخد بالك، عشان كده التركيز كان في الاعارات على دول. طب من هسأل اذا لماذا كان عنتر؟ عشان يعوض، وانت عارف في دماغ الناس ايه. مش يمكن في واحد جاي له عرض كويس قوي يقدر يساهم، فعايز تعمل احلام، يساهم في صفقه تحدث فارق. فعايز تجيب واحد مكان الراجل اللي انت عايز تطلعه. ده اعتبار، اعتبار. ما في حاجات ما مش كلها هتتحكي قدام الناس. ما ينفعش انك عمليه اداره الصفقات والمفاوضات عبر الهواء دي عمليه غير احترافيه وساذجه وسبب كل المشاكل. عشان كده المتغير يعني الناس بتتكلم على انه الامر ما عادش زي زمان. ما هي الظروف المحيطه ما عادتش زي زمان. السوشيال ميديا، الاعلام الالكتروني الملاحق لحظه بلحظه، وجود الوكلاء، وجود وكلاء اللاعبين واولياء الامور. ودي نقطه شديده الاهميه والتاثير الحقيقه. الوكيل، عشان تبقوا بس حضراتكم ببساطه شديده، الوكيل ده بياخد نسبه مئويه من عقد اللاعب، يعني بيتفق معاه هياخد نقول 10%. لو اللاعب هيتباع بمليون، ال 10% بتاعتها 100,000 جنيه. هو من مصلحته كوكيل انه ال 100,000 دي تبقى 2 مليون. فيقوم مسرب خبر انه الاهلي بيفاوض فلان، تبدا المواقع تكتب، يبدا النادي الثاني يتحرك، تبدا الحملات تمشي. فاللاعب اللي كان المفترض هيتباع بمليون، وهو الاخ السمسار ده، انا حريص على انه سمسار، سيبك من لفظ وكيل، هو هي لعبه سمسره. بدل ما كان هياخد 100,000، قدر في تليفونين يعملهم للمواقع وللجرايد ولبعض البرامج يخلي الصفقه اللي كانت هتتباع بمليون بقت ب 20 مليون، فنسبته هو اتضربت برضه في 10 اضعاف. هو ده السبب الحقيقي وراء ارتفاع الاسعار وراء الصخب الاعلامي. وطبعا يا باشمهندس الاعلام بيجري ورا الاثاره، يعني الاعلام مظلوم. الاعلام جزء كبير من المشكله، لانه هو الاعلام، انت قاعد معايا بتعمل ايه دلوقتي؟ كراجل مهني عايز يخرج بخبر كبير ومهم وتتمنى ان يحدث في هذه اللحظه، فبتجيبني مين وتجيبني شمال، لكن انا الراجل خلاص حفظت ترقيصاتك، ما بتجيش معايا، ما بجيش معايا. هطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله يجي معايا. اهلا بحضراتكم من جديد. في الفاصل حاولت زي ما قلت لكم قبل الفاصل اعمل اي ترقيصه مع الباشمهندس علي، بس اقدر اقول لكم اطمنوا. بنطمنكم وبنطمن برضو ده هو اللي قال ما فيش حاجه. على مسؤوليتي. المشاركات الحقيقه هنحاول ناخد اكبر عدد من رسائل حضراتكم اللي جات لنا على صفحه القناه على الفيسبوك. هشام محمود بيقول نحن لا نحتاج صفقات فقط، بل الأهم من الصفقات أن يكون لاعب يعرف قيمة النادي الأهلي، نادينا الحبيب، يحب الأهلي بجد لأنه أعظم نادي في الكون، عمري عشان الأهلي هون. الله ينور. الصفقات موجودة في كل مركز، في أحسن لعيبة في مصر، والحمد لله هيبة الفريق رجعت. ده محمد عادل. ده محمد عادل.
ميجو هلال. بطولات ايه؟ بطولات طبعا يا كابتن عدلي لازم ندعم فريقنا بمدافع قبل افريقيا، احنا محتاجين افريقيا. اعتقد النهاردة ربنا وفقنا. صفقات ايه يا باش مهندس؟ العدد في الليمون، احنا اكبر من هذا، احنا الاهلي يعني بطولات. تمام يا حبيبي محمد مطبع. مين محمد مطبع بقى؟ بيشتغل في مطبع صح. بعدين احمد بيك سليمان، اكيد بطولات يا كابتن، وان كان على عنتر فناصر ماهر ابننا في سموحة حاجة عالية خالص. دي النقطة كويس والله، انه احمد اشار احمد بيك سليمان لما يرجع. لما تبصوا على اي لاعب جاي، بصوا على مين اللي متاح اللي موجود، لانه انا ما اعتقدش لا ناصر ماهر ولا بس اذا كانوا بيلعبوا في نفس المركز، ما هو في اختلاف بسيط بس. تمام، كل دول ليهم افضليه بكتير. خالد ابو ياسين ده بيجابوا على سؤال، هي بطولات ولا صفقات؟ فبقول لك بطولات طبعا يا كابتن. بس ما يمنعش ان احنا نلم ولادنا من الانديه، نلم ولادنا من الانديه الانتهازيه، المعامله بعد كده بالمثل. واللاعب اللي مش عايز الاهلي مش عايزينه طبعا. اللاعب اللي مش عايز الاهلي مش هيبص له اصلا. وبعدين محمد راشد، انا شايف ان طالما القايمه هتبقى 25 سنه جايه يبقى كده تمام، واي واحد عندنا احسن من اي لاعب، مش محتاجين حد تاني. ده بياكد على ان نخلي بالنا القيد اللي جاي، ما نضطرش نسيب حد احسن من اللي بنجيبه. ودي نقطه مهمه جدا ولازم نتنبه اليها. محمد خضر بقى، محمد خضر اقرا دي. لا اكيد بطولات يا ملك التعاقدات، في فرق بتعمل في السنه 90 صفقه وما بتطولش المركز الثالث حتى. ده محمد خضر. طيب كمل بقى. اتنين ادم وملك محمد علي. طبعا احنا بنثق في المهندس عدلي ونعلم مدى حبه للاهلي، فنحن لسنا في معركه مع احد، المهم حصد البطولات. ده عاشق الاهلي محمد علي مقيم في قطر، وده الكلام المهم لمحمد ولكل الناس. رقم واحد التعليق على مدى التزام اللاعب وحبه للاهلي، دي اساسيه يا جماعه. الاهلي فريق محتاج نوعيه معينه من اللعيبه، ودي روح الفريق الحمراء. نهايه الحلقه اللي فاتت سالت المهندس عدلي، هو انت بتدقق في اللاعب اللي انت بتفاوضه، هو بيحب الاهلي ومتفانول؟ قال لي ده انا بعمل له بدل الاختبار خمسه علشان يقدر يتاكد من جديته، لانه لو لاعب موهوب ومتردد لا، والنبي خليه في مكانه احسن، يروح لاي نادي ربنا يسهل له. لا مش مشكله، لانه اللي انت عايزه يجي بتحتاج انه يبذل مجهود فوق الطبيعي، محتاج ان هو يلتزم بشكل مش موجود في مكان تاني، بتحتاج ان هو يتحول الى ترس في اله. فلو ما عندوش هذه القدره على الجماعيه وعلى الانضباط وعلى الالتزام وعلى بذل المجهود الاضافي، لا قلته احسن. ها اتفضل قول يا كابتن عدلي. تسلم على محمود الجزار، لاعب طول وقوه وسرعه وضربات راس كمان. يعني قدر. ده احمد حلمي. طب ابو ادم، مساء الخير يا مهندس عدلي والاستاذ ابراهيم، اكيد محتاج صفقه او اتنين في الدفاع علشان يعرف ياخد افريقي. طيب ادي احنا خدنا خطوه. وائل دولي. وائل الدولي بقى، هو مسمي نفسه كده. احنا مش عايزين 20 صفقه او اي عدد وخلاص، بس عايزين مدافعين وصلاح محسن لان ليه مستقبل كبير وهيفرق ان شاء الله. كمل. احمد علي، اكيد طبعا عايزين بطولات، ده اللي قالوا قبل كده نفس الحكايه. احمد خليفه، لازم صفقات علشان تجيب البطولات وتساهم في حظ البطولات ويبقى الاهلي دايما فوق الجميع. في النهايه شكرا للمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم، شكرا جزيلا ليك. مصطفى سليمان، يا باش مهندس الصفقات اقسم بالله احنا واثقين فيك جدا، واعمل اعمل الصح واعمل الصح واحنا معاك. بطولات طبعا. ده رويده. اتفضل. وعامله شويه حاجات. وبعدين نهله. ودي عايزه كلام. دي تغريدات التويتر بقى. ده تويتر بقى. ودي نهله بقى بتقول دي عايزه كلام. رويده قالت لك بطولات طبعا.
ابو زين بطولات طبعا، والكيان عمره ما عارف غير بطولات، بس احنا احتياجاتنا لمدافع مهم جدا الحمد لله. الجمهور برضو مدرك الاحتياج الفني طبعا، لانه حاسس بازمه الدفاع. نور هاني لا طبعا اكيد بطولات، والصفقات ليست كل شيء، المهم الاستقرار داخل الفريق، وهناك كثير من الفرق لديها صفقات عديده ولا يوجد لها مكان للعب فيه. محمد صلاح بطولات بغض النظر عن الاسماء. عبد المجيد صبحي عاوزين بطولات وحسابات اللجنه الفنيه ولجنه الكوره ممتازه، سيبك من الكلام الكتير، العبره بالخواتيم على راي عصام الشوالي. طب بالنسبه للخواتيم ناخد اخر واحده بقى، عمرو الطوخي. يا كابتن التاريخ يشهد ان الصفقات هي اساس البطولات مش العكس. طيب. الاحتياجات واضحه، ولكن كلنا ثقه في اداره الكيان، والشيء الذي يفتقده من يتصور ان النتيجه هي الصفقات وليست وسيله. طيب احنا عشان لاطعين كتير من المشاهدين على التليفون، ناخد سريعا عمرو من الغربيه، محمد من الغربيه، مش هتتاخر على الغربيه انت. محمد من الغربيه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. طيب. اهلا بيك يا استاذ محمد. والله يا استاذ ابراهيم انت من الناس المحترمه اللي انا يعني بحترمها جدا صحفي واعلامي. ربنا يخليك يا استاذ محمد، الف شكر. طيب واما بقى عدلي بيه ايه ده قصه ثانيه خالص. خلاص يعني. بقى كفر الزيات بقى تكسب. كفر الزيات محمد. غربيه. بالظبط يا باشا زي حضرتك. اتفضل. بس كنت طبعا من الناس المحترمين، الواحد مش اصلا مش المفروض نتكلم عليهم، اللي معروفين. واي طبعا. حد من الاهلي طول عمره معروف. تمام. دي قصه ثانيه. لكن انا عايز اقوله بس احنا الاهلي بالنسبه لموضوع الصفقات دي اتفضل. بالنسبه لموضوع الصفقات ديت، احنا فعلا زي ما عدلي بيه بيقول كده، احنا ما بنحتاجش فعلا غير اللي محتاجينه. اما بقى الهري الكتير والمدعم وكلام ومغالاه في الاسعار والكلام ده كله، ده احنا في غنى عنه. الاهلي ما بياخدش غير الصح. صحيح. ده كلام محترم وجميل، وان شاء الله محمود الجزار يكون اضافه زيه زي بتاع المحله والكلام ده كله. فخري. نتمنى يا فندم و ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. لكن حته صلاح محسن بقى دي، كلام انا لسه سامعه دلوقتي حالا زعلني واغضبني جدا. انا دلوقتي واحد لاعب نفسه في الاهلي، ومجلس اداره انبي جابته النهارده وعملت معاه حوار النهارده صوت وصوره النهارده، عايز مين يا ابني؟ عايز الاهلي. نفسك في مين يا ابني؟ نفسك في الاهلي. كل ده ليه؟ عشان في احد رؤساء الاهلي، غير ذكر اسمه ولا من هو، معروف للجميع ومعروف للميديا كلها، بيعمل ايه؟ امبارح حددهم بالسجن لو راح الاهلي، عشان هو عارض مبلغ اكتر من الاهلي، وهذا في الكوره مش صح. ومش طبعا اصل لعيب الكوره مش لعيب الكوره مش حته ارض ده يعرض سعر فيبيع بيه، لا ده كلام مش مظبوط ومش منطقي. فعيب قوي لما انا اتدخل في رغبه لاعب نفسه فيا انا، وانت عايز. المهم النتيجه حصل ايه؟ النتيجه بقى ان هو دلوقتي بيقول لك ان كل ان رئيس انبي واداره انبي قعدوا الولد وصوروا صوت وصوره، بس كشوا من كلمه السجن ومش السجن. يعني ده كلام مش ده كلام مش يعني هم بيصوروه عشان ياكدوا ان رغبه اللاعب الاهلي. وقالها كده وقال الاهلي على فكره، والاتحاد الدولي عملوا ده يا استاذ محمد في وجود مندوب الزمالك يا استاذ محمد. ايوه يا باشا، ثق ان الاتحاد الدولي لا يقبل الا هذا، ولو حتى الاتحاد المصري، لانه ده مسائل طبيعيه. انما فكره ان انا اكثر من الاهلي بكذا ما ينفعش، ده مش تفاوض. بس بلاش اداره انبي عشان ما اطولش عليكم، ان تكونوا اداره محترفه محترم، هم محترمين طبعا، في احتراف، وبلاش حته الخوف من الصوت العالي، لان قانونا ما فيش حاجه اسمها في الكرة الكلام ده، والا بقى ان تاكد الا الصحيح. انا تعاملت مع الناس دي الباز الحديد، والناس دي محترمه جدا ولا يهمها مصلحه النادي ومصلحه اللاعب، ومحترفين جدا عشان تبقى عارف يعني. بالظبط كده. واخر كلمه عبد الله السعيد وكابتن احمد فتحي المحترمين، انتوا وراكم شعب اسمه الشعب الاهلي، كل انديه العالم وانديه مصر وراها جماهير، الاهلي الوحيد فقط وحد ما كلمه ان عنده شعب، لان الاهلي مش شعوب اهلاويه. فاكسبوا حب الشعوب الاهلاويه، وابعدوا عن اي كلام ومغترات وماده، لان الماده مضمونه هي في النادي الاهلي والماده المحرمه في النادي الاهلي، فما تخسروش الشعوب الاهلاويه. كتير انا قلتها لهم وانا بحبهم. تاكد ان دي ناس محترمه ومش هتعمل الا الصح. معانا احمد من دمياط. ده اخر تليفون ولا لسه؟ استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشمهندس احمد؟ اهلا بيك. استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ احمد.
عندي بس استفسارين بس يا باشمهندس. دلوقتي كان في مواقع منزله ان الرئيس الشرف التركي آل الشيخ ان هو قايل ان هو اللي متبرع بصفقه صلاح محسن، هل ده صح ولا غلط؟ انا ما اعرفش، بس اللي الصح اللي هيعلن عن من الاهلي يعني إيه؟ يعني الصح اول ما حاجه هتخلص النادي الاهلي هيعلن التفاصيل. انا عايز اقول حاجه، وهو الراجل ما قالش حاجه، انما قيل ان نسب الى مكتبه، لكن هو نفسه ما قالش حاجه. تمام. طيب حاجه ثانيه يا باشمهندس، دلوقتي احنا محتاجين مدافع عشان افريقيا ولا عشان الدوري؟ عشان الاثنين، بس افريقيا اهم. لا انت ما فيش حاجه اسمها، انت مش ما فيش حاجه، اسمع بس استنى بس استنى استنى يا حبيبي، ما فيش حاجه اسمها انت محتاج مدافع، انت محتاج مدافع عشان الفريق محتاج مدافع عشان. طيب بس المدافع الجديد يا فندم للمستقبل، انا مش معترض عليه بس هو للمستقبل. خلاص طب انا عايز اقول لك على حاجه يا احمد. لا استنى والنبي عشان نخلص من الحكايه دي، لو عندك واحد جاهز احسن من اللي عندنا قول لنا اسمه بكره الصبح نروح نجيبه. بص يا بص يا ابو حميد، لا يا ابراهيم بس اسال والنبي عشان نخلص، مين يا استاذ ابراهيم المدافع الجاهز؟ اه استاذ احمد. انا ما عنديش يا فندم، بس انا يعني لا عايز حاجه، بس عايز حاجه المهندس عدلي قالها من بدري يا جماعه افهموها، فيما يخص القيد الشتوي كل الانديه اللي عندها لعيبه متمسكه بيها لانه مبدئيا بتلعب. مش عايزين يدوكوا اللعيبه هتعمل ايه؟ القيد الشتوي غير الصيفي، الشتوي الناس بتلعب وعندها ارتباطات يعني، وانت عايز تجيب احسن لاعب. انا احمد سامي اقول له لازم تدوني لما الام بي يقول لك انا ما عنديش الرامي صبري. اقول له دهوني يعني. طب احنا ليه مرتبطين بالدوري المصري بس ما نخرج بره يا فندم؟ يا حبيبي ما هو الدوري المصري عشان عندك عدد اربع لعيبه اجانب، ما ينفعش تسيب حد منهم، وما ينفعش بص خامس. مش ممكن يا جماعه انتوا بتفكروا في لحظه ما يكونش الناس كلها قتلتها باحسن. بالظبط يعني خليكم متاكدين. وبعدين يا اخي انا عايز اصحاب الشأن اكثر خبره واكثر درايه واكثر بحثا في الموضوع. زملكاوي؟ قول لي كده. ايوه زملكاوي الراجل اللي لا ما اللي جنبه فضحه. اه قال زملكاوي العب غيرها بقى، انت بتعمل لنا مشكله وخلاص يا معلم. طيب يعني برضو ده تصدق اتضايق من صفقه الجزار فبقى جاي فطاشها. يا زملكاوي. شو قلت لكم النهارده مروق ومبسوط. لا اصل اللي جنبه بكره اللي جنبه عجبني قوي. دمياطي في دمياطي الثاني اهلاوي. الثاني ضحك. صحيح. هي بطولات او هي صفقات علشان تحرز البطولات، لكن لو صفقات علشان الناس تقعد تدخل في مكايدات او تنتزع الاهات فده كلام زمانه فات. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.